الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه، ويا اهلا بالمعارك، معارك في كل اتجاه، ولكن الاهلي ابدأ هدوء. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه، وحلقه اراد لها المهندس عدلي القيعي ان تكون دفاعا عن النادي الاهلي، عن حقوق النادي الاهلي، وايضا عن مكانة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي والحجمات الصغيرة جدا التي تجاوزت حدود اللائق إلى الابتزاز والافتراء والكذب والادعاء، وأصبح النهاردة يعني ما انتش عارف مين اللي يعني في ناس ما عرفش شكلها ولا أساميها. طول النهار الحق كابتن عدلي، قول للأستاذ إبراهيم الحق مش عارف ايه، وتكتشف في الاخر انه كله كلام لكلكه ومعاد ومزاد، ولكنه الالحاح في اتجاه الابتزاز. هو ده التوقيت اكيد، هي دي الايام المفترجه لدى الكثيرين. لكن خلينا نقول بعيدا عن كل هذا الصخب الرياضي، وفي لمسه انسانيه راقيه جدا وحانيه ايضا، كرم اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج الرياضية والشبابية الناجحه الحياة من ذوي الإعاقة أو متحدي الإعاقة وأبطال الرياضة في مختلف الممارسات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة. ده كان في احتفالية كبيرة حملت عنوان قادرون باختلاف، زي ما حضراتكم شايفين، اللي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، وده النهاردة اليوم العالمي لذوي الإعاقة. عشان كده أعتقد من المناسب جدا أن احنا نشير إلى هذا الحدث المهم، لهذه الاحتفالية اللي أقيمت تحت عنوان قادرون باختلاف، عقدت بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية المنارة، وحضرها حشد كبير من الرياضيين، وتم تكريم أيضا عدد من الرياضيين الأبطال ذوي الاحتياجات الخاصة، ووزعت عليهم أوسمة الرياضة المختلفة من كل الطبقات يا باشمهندس. هل أنت حددت يعني ذوي الإعاقات الذهنية؟ الإعاقات متعددة. أنا بشوف إن أصعبها الذهنية. أصعبها الذهنية. طبعًا. ولكن كلها نماذج تدعوك إلى أن تشعر بعظمة الإنسان وقدرة الإنسان الغير متناهية، مهما كانت درجة القصور أو الإعاقة، إلا أنه بتحديه وبقدراته وبإيمانه بذاته ومساعدة مجتمع واعي كما يحدث الآن بمسؤولية اتجاه هؤلاء الأبناء والذين فعلا يستحقون كل اهتمام وكل رعاية، أنهم يتجاوزوا جزء كبير جدا من مشوار تحدي الإعاقة. ده المجتمع الإنساني المتحضر، ودي رعاية الدولة لهذه الفئة، اللي الرئيس النهاردة لما تحدث قال إنه مصر فيها ما بين 9 إلى 10% من ذوي الاحتياجات الخاصة، يقدر عددهم بحوالي 10 ملايين، وطالب الحكومة بتحديد إحصاء دقيق ليهم لتحديد احتياجاتهم، لتحديد قدراتهم، مستوى الإعاقة إيه، إيه المواهب اللي عندهم، وإيه المجالات اللي ممكن يبدعوا فيها. كان من بين الحضور اليوم الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، اللي كان حريص على متابعة هذا الحدث المهم. أستاذ عمري أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، حضرتك وإزاي طبعا كابتن عدلي القيعي، يعني نجمنا اللي دايما متألق دايما في النادي الأهلي. عايزين يتألق النبي اليومين دول بالذات يا استاذ عمرو. يا كابتن عدلي سد حيلك يا كابتن. بالظبط. هو ابراهيم مش هيبني في حالي ولا. على فكره يعني بعد ما تحدثنا عن هذا اليوم الخاص جدا، هي فرصه جميله انك موجود معانا تطمئننا على النادي الاهلي في اكثر من زاويه باذن الله. تحت امرك كابتن، ربنا يخليك. والله الحدث بتاع النهارده أنا شايفه أول حاجة حدث مبدع، لأنه في معاني كثيرة جدا، في جمل مهمة جدا، وفي رسائل الحياة خاصة بالدولة. أول حاجة هو حدث بعد عدد من سنوات العمل، يمكن في 2014 سيادة الرئيس كان أبذل الاهتمام بشكل واضح، وبدأ يتعمل ملفات وبدأ يتعمل شغل
نتائجه بتظهر على ارض الواقع. والنهارده بيطلع بيعتمد القانون الخاص بالقدرات الخاصه وبيبقى ليهم معاشات وليهم الكلام ده كله. واعتقد ده ملف كان مهم جدا 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 انه يطلع في هذا التوقيت الحقيقي. يمكن لما نشوف النهارده الحفل جماله كمان في انه المشاركه ليست مشاركه الاولاد اصحاب الهمم فقط لا غير، ولكن هي مشاركه كامله من كل اطياف المجتمع. هتلاقي فنانين مشاركين، هتلاقي طلبه او رياضيين اثرياء مشاركين في عمليه دمج في المجتمع، وده الاهم. واهم جزئيه هي ايجاد ثقافه الدمج ما بين السوي وصاحب القدرات الخاصه. يمكن عشان كده يمكن عنوان الاحتفاليه قادرون باختلاف، انه الاختلاف في القدرات. الناس اللي هم زينا حتى عندهم قدرات مختلفه ما بينهم وبين بعضهم، فبالتالي نفس القصه موجوده في قدرات خارقه موجوده في هذه النسمه الطيبه اللي ربنا خلقها في المقارنه كمان ما بين الناس العاديين. فهم ليسوا زياده على المجتمع، بل هم جزء اصيل من المجتمع المصري وحلاهم حقوق اصيله داخل المجتمع المصري. وكون ان النهارده سياده الرئيس الحقيقه لما قال الاحصاء التقريبي وقال تقريبا بيمثل من 9 الى 10%، معنى انه يبقى 10 مليون، معنى انه موجود في غالبيه الاسر المصريه. هتلاقي في اسر حقيقه متواجده فيها كثير من هؤلاء القدرات الخاصه، وبالتالي الملف مهم جدا لانه بيمثل نسبه 10% من تعداد الشعب المصري. النهارده الحقيقه عجبني قوي الحقيقه استعراض الدكتوره غدا واجي وزيره التضامن الحقيقه لما استعرضت المهام اللي الحكومه عملتها كلها على مستويات كل الوزارات. نفس القصه الحقيقه الوزير الدكتور اشرف صبحي استعرض بعض الملفات اللي خاصه بهؤلاء الناس. الحقيقه المجهود اللي عاملاه امل مبدا رئيس الاتحاد الحقيقه، وكون ان هي تبقى رئيس الاتحاد الافريقي للقدرات الخاصه، تبقى عضو في الاتحاد الدولي وتتحرك في هذا الملف بالشكل ده، اعتقد النهارده لما يكون مصر فيها مذيعه من ذوي القدرات الخاصه وتعتبر هي المذيعه الوحيده في العالم او الاولى في العالم اللي ممكن تعمل مذيعه وهي تحت القدرات الخاصه، اعتقد دي رسائل كثيره جدا المجتمع المصري ضروري يرصدها ويشوفها. وقد ايه الحقيقه سياده الرئيس النهارده الاضاءات كثيره جدا في الاحتفاليه لما تشوفها وترصدها وتحس قد ايه هذا الرجل انسان 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 بمعنى الكلمه، قد ايه حقيقي. اللقطات فيها حب وعاطفه ولا حاجه مبدعه، يعني يمكن ما يحسهاش اكثر او يحسها اكثر اللي كان حاضر ويشوف قد ايه هو بيتعامل مع الولاد ومع الناس ومع ده. حاجه راقيه جدا جدا، يعني الواحد اتشرف حقيقه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس جمهوريه مصر العربيه. يا عمرو بيه، يعني انا ليا تصور او مفهوم في هذا الحدث ورعايه هذا الحدث، انه ينظر الان الى اصحاب القدرات الخاصه كيف يصبحوا قوة مضافة إلى المجتمع، ما هيش مسألة رعاية فقط، مسألة كيف نطلق طاقات إنتاجية وإبداعية من 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 قدرات كانت معطلة ومهمشة لفترات طويلة جدا، أنا الأوان إنها تضيف إلى مجتمعها مش تتلقى منه فقط. يعني كلامك سليم 100% يا كابتن عدلي. ويمكن النهاردة برضو وإحنا في الاحتفالية الحقيقة اتعرض فيديوهات خاصة بولاد وهم بيتدربوا وبدأوا يشتغلوا في العديد من المصانع وبدأوا يشاركوا في العملية الإنتاجية، بدأوا يتحركوا بالفعل بوجودهم في مشاركتهم في المجتمع المصري فبالتالي الملف نفسه لما تشوفه النهارده الحقيقة مبدع الحقيقة، يعني حاجة راقية جدا جدا. عارف لما بتقعد في حاجة كده كابتن عادلي وبتديك بوزيتيف انرجي، بتديك طاقة إيجابية، يعني النهارده الحقيقه الواحد عنده طاقه انه ما فيش بني ادم سوي او يعني طبيعي ما عندوش حجه انه يشتغل. هو ده اللي انا قصدي اقوله بقى، يعني اذا كان
الرسالة عامة بقى، الرسالة عامة شوية. طبعا الحقيقة حاجة كانت راقية جدا جدا النهاردة جدا. وبعدين ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، ان برضو في رسائل كانت واضحة في نهاية الاحتفالية ان سيادة الرئيس هيحضر كل سنة، يعني هم طلبوه بانه يبقى موجود معاهم السنة الجاية فقال هحضر. وده معناه برضو ان الملف بيتابع، يعني بالمعنى المتابعة فعلا. النهاردة اللي النهاردة اتعمل ليست النهاية، إنما النهاردة هي البداية الحقيقية مع وجود قانون ووجود لائحة تنفيذية ووجود الملف إنه يبقى بيذاع على الهواء بهذا الشكل بمشاركات مجتمعية كاملة. الحقيقة كمان الرقي اللي كانت فيه الفنانة رجاء الجداوي وهي بتقدم لأولادنا وبناتنا، الحقيقة كان حاجة أكثر من مبدعة وأكثر من راقية الحقيقة. أن النادي الأهلي لم يكن بمنأى عن هذا الاهتمام الذي أولاه السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف، وأنه في نظامه الأساسي كان هناك حرص على أن يرصد مسؤولية الأهلي تجاه رعاية أصحاب يعني الاحتياجات الخاصة، القدرات الخاصة. القدرات الخاصة مظبوط يا كابتن، كلام حضرتك مظبوط، أصبت الهدف. يمكن النادي الأهلي قالوا الحقيقة أكثر من حوالي 7 أو 8 سنوات الحقيقة يرعى أولاده من أولاد أعضاء النادي الأهلي. يمكن السنة دي كمان عملنا حاجة الحقيقة برضو والحمد لله كنا صادقين فيها وماشيين بخطى موازية مع الدولة في لائحة النشاط الرياضي، لأول مرة الأولاد الرياضيين من ذوي القدرات الخاصة يبقى ليهم تطورات ويبقى ليهم بدلات ويبقى ليهم ملابس ويبقى ليهم الكلام ده. كل الكلام ده ما كانش معمول، بقوا بيعاملوا نفس المعاملة بتاع الأبطال الرياضيين الخاصين بالنادي الأهلي، واتعمل لهم تطور كامل لهذا الوضع. واعتقد دي حاجه يعني النادي الاهلي كان رصدها وكان بيتحرك عليها ويعلم الحقيقه مدى يعني قدرات الاسر واعضاء النادي ان هم الحقيقه يبقى عندهم ولاد محتاجين نوع من انواع الرعايه والدعم، وكل ما الولد بيكبر بيحتاج دعم اكثر ورعايه اكثر. فقد ايه الحقيقه يمكن فرصه من خلال برنامجك يا كابتن ان نبعت رساله تحيه وتقدير لكل الاسر اعضاء النادي الاهلي او اسر المصريين الحقيقه اللي عندها اولاد من ذوي القدرات خاصه. قد ايه بنشكركم على رعايتكم لاولادكم وعلى رعايتكم لبناتكم بهذا الشكل الراقي، وقد ايه انتم بتبذلوا مجهود. يا ريت حضرتك يعني عندي اقتراح كده ان احنا النادي الاهلي يتبنى مهرجان سنوي يكون أبطال الحدث في كل ما يطرح في هذا اليوم من إيفنتات أو أحداث أو منافسات أو إبداعات، يكون قاصرا فقط على إنتاج أصحاب التحدي والقدرات الخاصة، يبقى حاجة هتبقى بجد رائدة وجميلة. خلينا يا كابتن عدلي نعمل حاجة، انت برضو الحقيقه يعني ارائك دايما الحقيقه متميزه جدا. خلينا نعمل حاجه ان شاء الله انا احنا المولى نعرضها على مجلس الاداره القادم، بان يبقى في احتفاليه مدمجه ما بين الولاد الحقيقه اللي هم بيعملوا معانا في انشطه النادي الاهلي الخاصه في المكتبه والاولاد صحاب القدرات الخاصه، لان هو الهدف الرئيسي هو الدمج، الاحتفاليه الخاصه بعمليات الدمج اللي هو دمج الحياه، واخد بال حضرتك ما بين ده وما بين ده، انت ما بتجنبش ده بتحطه في حته لوحدها وبتحطه في حته. فخلينا فعلا ناخد المبادره من حضرتك ونتكلم وطور عليها بقى انت بابداعك الخاص. ده كلام مظبوط جدا، ده كلام مظبوط جدا. طب ما تخش بقى على اصحاب الطلبات الخاصه بقى. طيب ما دمنا بقى في منطقه الدوله والنادي، التنسيق الجهود وتنسيقها فيما بين الاهلي والدوله مماثله في وزاره الداخليه بشان عوده الجماهير، ايه الجديد في هذا الملف المهم كمان؟ طيب خليني قبل ما ده اقول لك برضو ان احنا الحقيقه مشاركين يوم 28 بولادنا من النادي الاهلي في ماراثون زايد اللي هيقام في الاسماعيليه. طيب الاهلي بيشارك فيه بالعديد من الفرق الحقيقه لعده عناصر، سواء عناصر رياضيه او عناصر دعم الحقيقه ليه، طبعا تقديرا واحتراما الحقيقه لسمو وائل زايد الحقيقه لدوله الامارات الشقيقه اللي بتربطنا بها علاقات قويه جدا سواء مع مصر او كمان الحقيقه مع النادي الاهلي. فاحنا مشاركين مع وزاره الشباب والرياضه في ماراثون زايد اللي ان شاء الله هيقام يوم 28 في الاسماعيليه. بالنسبه للسؤال بتاعك يا ابراهيم بالنسبه للقصه الخاصه بالجماهير،
يمكن احنا بدانا الحمد لله نسلم الكروت بتاعه اهلاوي 11000 كارت اللي كانوا الحقيقه الفتره اللي فاتت كانت الناس الحقيقه جماهير الاهلي مسجله بياناتها طبعناهم وبدانا نسلم المفروض خلال يعني بحد اقصى اسبوع يكونوا استلموهم ان شاء الله والسيستم مفتوح لتسجيل اي اعداد من جماهير النادي الاهلي انها تخش تسجل بياناتها لاصدار الكروت بالتوالي ويعني يبقى مستمرين في اصدار الكروت الخاصه بالنادي كمان الحقيقه دلوقتي بنطور الكارت الخاص باهلاوي خلال الفتره الجايه وهنعلن عن البنفيت اللي هتبقى موجوده فيه او يعني نقدر نقولها المميزات اللي هتبقى موجوده في هذا الكارت انه ممكن بكارت اهلاوي ياخد العديد من الخصومات في مجالات كثيره جدا ممكن تبقى موجوده داخل المجتمع المصري وبالتالي يتحول كارت اهلاوي الى ميزه اضافيه لاي واحد يحصل عليه خلال الفتره اللي جايه. بالنسبه للمباريات والعلاقه ما بيننا وما بين وزاره الداخليه الحقيقه العلاقه جيده عملنا يعني اجتماعين كانوا مميزين جدا اتحركنا على ملفات واضحه قدرنا ان احنا يعني ننسق الافكار ما بيننا وما بينهم في جزئيات يبقى في تذاكر خاصه في الجماهير محترمين القواعد النادي الاهلي مضاها الخاصه مع لجنه الانديه في اتحاد الكوره اللي هي خاصه ب5000 مدعو يكونوا موجودين عباره عن 1500 خاصين بوزاره الشباب والرياضه و500 خاصين بالفريق الصيف وال 3000 عضويه سوري 3000 تذكره يبقوا لاعضاء وجماهير النادي الاهلي وهيترفع السيستم وبالفعل تم فتح السيستم بالامس بعد مباراه الاهلي في افريقيا كما وعدنا الناس واحنا عندنا الاربع ماتشات الجايين هي ماتشات الحقيقه مش النادي الاهلي اللي بينظمها هي ماتشات الفريق الاخر فالداخليه هو ده ماتش هو وبالتالي احنا بعتنا ونسقنا معاهم ان احنا نشتري 500 تذكره خاصين بالفريق الصيف اللي هو احنا النادي الاهلي وبالتالي هيتم طرحهم على السيستم فورا بمجرد ما نستلمهم على طول. طب ممكن هنا اتوقف لحظه يعني مثلا الداخليه هل ممكن مثلا نطلب من الداخليه ان احنا نضاعف الكميه دي ونشتريها وندفعها؟ والله ممكن طبعا بس يعني احنا ما كناش عايزين نخرج بره الاطار بتاع العمليه التنظيميه اللي هي اتحاد الكوره اعتمدها عشان ما يتقالش ان النادي الاهلي بيخالف بل بالعكس النادي الاهلي ممتاز. هذه مش مخالفه يعني انت بتشتري من اذا حبوا يبيعوا لك لان هو والله خلينا يعني والله يعني هي وجهه نظر برضه لان يجوز هو ما عندوش 3500 مشجع يعني طبعا وممكن يكونوا ال 3000 بتوع اهلاويه برضه يا كابتن بالظبط فسيبهم يخشوا ويشجعوا الاهلي يعني برضه ممكن يكونوا اهلاويه برضه يا كابتن على اي حال دي فكره جات لي كده يعني مش بالضروره يعني في حاجه كمان في حاجه مهمه ودي الحقيقه الاهم احنا يمكن عاملين عدد من الاجتماعات الفتره اللي فاتت مكثف شويه بالنسبه لجزئيه المباريات طبعا احنا كنا خدنا الحقيقه موافقه تم ابلاغنا بيها الحقيقه وبشكر معالي وزير الداخليه على ان النادي الاهلي بمجرد افتتاح استاد القاهره يبقى النادي الاهلي يستطيع انه يلعب مبارياته عليه وده في حد ذاته اعتقد شيء يعني يرضي جماهير النادي الاهلي ويرضي النادي الاهلي علشان مشقه السفر الى لا دي خطوه مهمه لكن لكن لا تعول كتير لان استاد القاهره فيه مشاكل كتيره يا استاذ عبد استاد القاهره قدامه شهر ونص وانا متابع وموضوع النسيله والبذره والمكن والحاجه هتيجي خلال ثلاث ايام وانا يمكن برضو متابع الملف عشان النادي الاهلي انا حابب انه نجري نلعب على استاد القاهره فمتابعين الملف بيتحرك ازاي وعلى اتصال بهيئه استاد القاهره وفي وزاره الرياضه ده جزء ثاني حاجه عندنا اجتماع يوم الخميس القادم الساعه 10 ونص الحقيقه في استاد القاهره مع مندوبي وزاره الدفاع ومندوبي شركه فالكون الحقيقه بعد اجتماع كبير قدرنا ان احنا نعمل تصور كده للفيس ريكوجنيشنز او البصمات الوجه اللي بنفكر ان احنا نعملها فرايحين نجرب تجربه كده ان شاء الله تكون ناجحه من كاميرات بوابات بتركب بمشيئه الله وبالتالي نقدر ان احنا نحدد ان اللي هياخد التذكره هو اللي هيخش فيها وده الحقيقه هيبقى جزء من التحرك اللي برضه بنتحرك عليه بسرعه ان احنا ازاي نحدد ارقام الكراسي وازاي نحدد الاسماء اللي على الكراسي وازاي نرصد ان اللي هياخد تذكره برقم الكرسي يقعد في نفس المكان ويبقى مسؤول عنه واذا اتكسر هو مسؤول عنه عنه بالفعل كده يمكن دي برضه جزء من الحاجات الجديده
اللي بتتحرك عليها، ان في كاميرات نفسها كمان بتركب في الاستادات. هذه الكاميرات بتبقى واخده بعض الاوضاع معينه للجماهير، لو حد بيرمي حاجه، لو حد بيعمل اي حاجه، هذه الكاميرات بتقوم رصد على طول وتحدد المدرج اللي بيحصل فيه حركه غير مناسبه الى حركات الطفل. وده بيحصل في العالم كله يعني. وده على فكره ما هو الكلام ده كله جاي من بره يعني، الحاجات دي كلها اللي احنا بنتكلم فيها هي نفس التجارب اللي موجوده بره على مستوى العالم. احنا بنحاول نجري كنادي اهلي ان احنا نعمل بصمه بشكل قوي في هذا الملف وبنتحرك عليها، والحقيقه في جهات بتساعدنا بشكل كبير جدا. اتمنى كمان جمهورنا يساعدنا، وانه جمهورنا لما يدخل الحقيقه ما يبقاش فيه اي نوع من انواع اللافتات او اليوفط، اللي الحقيقه بترجعنا تاني لنقطه الصفر. صحيح. ونخش في يعني في ملفات الحقيقه بتبقى يعني مرهقه جدا لينا، ونرجع تاني للملف. طبعا هو اني الاواني ان اللي رايح يتفرج يبقى رايح يتفرج على كوره ويشجع فرقته ويعني يركز في هذا الهدف فقط. انا عايز اسال حضرتك بقى، عايز اسال حضرتك ماذا فتح باب العضويه للفرع الرابع بالتجمع؟ التجمع اخباره ايه واقبال عليه ايه؟ اطمنك يمكن انه اخبار ساره جميله جدا الحمد لله. يمكن احنا مع بدايه الحياه المجلس الحالي 1/12 بمجرد ما استلمنا رجعنا العديد من الملفات، تم من ضمنها الحقيقه ملف ارض التجمع اللي كان استلمنا من المجلس القديم الحقيقه جواب تخصيص بالارض بالفعل، وكان اتعمل اللي هي زي ما بيقولوا حجر الاساس بتاع النادي. وكان الحقيقه المجلس القديم كان عمل مخطط سريع كده للنادي الاهلي. احنا اتحركنا الحقيقه على العديد من الملفات، كانت عندنا مشكله الحقيقه ان الارض كانت مكانها مميز جدا، ولكن الارض كان عليها العديد من الملاحظات الفنيه اللي ممكن يكلفنا اكثر من 180 مليون جنيه علشان ارض من الارض 45 متر الحقيقه عمق، ودي كانت بتعمل لنا مشكله كبيره جدا، تكلفه وتضييع وقت واعباء علينا. اتحركنا على ان احنا نجحنا ان احنا نبدل الارض ونحافظ على يعني مركزيه الموقع نفسه، بمعنى ادق الموقع نفسه كمتميز، وزحزحنا الارض وقدرنا نحصل على نفس المساحه اللي كانت محطوطه بالفعل. والحمد لله برضو ربنا اكرمنا ووفقنا ان احنا قدرنا ان احنا نعمل التعاقد في اسرع وقت ممكن، ثم اصدرنا القرار الاداري، وده الحقيقه خد مجهود كان كبير جدا، ونجحنا ان احنا نعمله في حوالي 3 شهور. يمكن قرار زايد فرع زايد عملناه في 3 سنين، وكان خد وقت كبير جدا. المره دي المشهد بيتغير، قدرنا الحمد لله بالقرار الاداري ده ان احنا نبتدي نقدم التراخيص بتاعتنا، وده الحقيقه اللي ساعدنا ان احنا نفتح باب الاشتراك. ويمكن عندي برضو خبر يؤكد ان النادي الاهلي مستقر الحمد لله ماليا، ان احنا سددنا يوم 4/12 اول قسط من ارض التجمع 100 مليون جنيه، والحمد لله ما عندناش اي مشكله في الملف المالي داخل النادي الاهلي، بالعكس الملف المالي ماشي بخطى مميزه جدا خلال الفتره اللي فاتت، وده جزء كبير من المجهود اللي عمله مجلس الاداره الحقيقه بالكامل على العديد من الملفات. فتحنا فرع التجمع، يمكن عندنا ميزه مهمه جدا ارجو ان الناس تاخد بالها منها، اذا حابب ينضم يستغل هذه الميزه اللي احنا عملناها ولمده شهر ونص فقط لا غير. عضويه النادي الاهلي الاساسيه قيمتها 650,000 جنيه، عضويه النادي الاهلي فرع التجمع 200,000 جنيه، عضويه النادي الاهلي فرع زايد 125,000 جنيه، ولكن في 1/2 ستزيد عضويه النادي الاهلي الاصليه الى 500,000 جنيه، ويزيد عضويه زايد الى 175,000 جنيه. طيب الميزه اللي احنا حطيناها ان اي حد بيلتحق النهارده بفرع التجمع بمجرد ما بيشترك بيدفع 80,000 جنيه بدايه او 100,000 جنيه على حسب اختياراته، وياخد القسط على 4 سنوات، ويحتفظ بقيمه او بحقه في التحويل الى العضويه الرئيسيه الام على مبلغ 350,000 جنيه لمده 4 سنوات. يعني 4 سنين السنه الرابعه. حلو قوي، حتى لو بقت بمليون جنيه لمده 4 سنين يكمل على 350. ولكن الكلام ده كله امتى؟ مين؟ للي هيشترك قبل 1/2. احنا فتحنا بنتارجت 5000 عضويه في السنه الاولى، اتحركنا احنا لغايه دلوقتي اللي ماله حوالي 1800 استماره، كان اول امبارح 1500. يعني ناس على طول الحياه تتحرك، بدانا ان احنا نعمل لجان ونقدم لجان، بدانا بقبول اول 100 عضويه، وهنحدد خلال الاسبوع ده العديد من الاجتماعات للجان لمؤسسه الاعضاء عشان نقدر ان احنا ناخد العدد اللي هو اللي قدم استماره.
الاستثمارات طبعا بنقابل وبنختار وبنشوف وبنشوف مين يتناسب مع اسر النادي الاهلي ويتناسب مع اداره النادي الاهلي. الملف ايجابي جدا الحقيقه. في عدد من الاعضاء اللي اشتركوا الحقيقه بيدفعوا كاش، وده الحقيقه برضه بيمثل بالنسبه لنا اضافه مميزه جدا الحقيقه، وبنشكرهم على ده. الخطه الانشائيه بقى اللي هي بالتوازي اللي احنا بنتحرك عليها علشان ما نبقى جادين جدا مع الناس، مهم جدا دي. بالظبط كده. احنا بعد 3 شهور ان شاء الله احنا بنقدم دلوقتي التراخيص كلها بتاعتنا، ان شاء الله تنتهي خلال 3 اشهر، وبعد 3 اشهر نبتدي العمل في الانشاءات طبقا للمرحله الاولى متقسمه في حوالي 9 ملفات خاصين بالمرحله الاولى ما بين مبنى اجتماعي وملاعب وبنك ومسجد وصاله. المرحلة الثانية حمام سباحة وصالتين للكاراتيه والجمباز، وفي المرحلة الثالثة كذلك صالتين تانيين ما بين سكواش وما بين ألعاب أخرى بتتحرك عليها النادي طبعا مع افتتاح الأكاديميات. كل ده الحقيقة متمسك ومتنسق، هنبقى بننقل من على الهواء إن شاء الله بإذن الله، وهيبقى بنعمل برضه نوع من أنواع التبويج لأعضاء النادي الأهلي اللي قبله، إن كل 6 شهور يبقى في أوتوبيسات سياحة نقدر نجمع الأعضاء وتروح تزور على الطبيعة وعلى الموقع وتشوف كم الإنشاءات اللي بتتعمل عشان يكون متابعين ناديهم لحظة بلحظة، بننقل ده على قناة النادي الأهلي عشان الناس تستوعب قد إيه النادي الأهلي محدد أهدافه بشكل واضح. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نفتتح مي مع نهاية 2020 المرحلة الأولى بإذن الله تعالى. طيب نهاية 2020 افتتاح المرحلة الأولى، لغاية 2020 ونهايتها العضو اللي هيعمل عضويه الشيخ زايد التجمع دلوقتي له حق ارتياد بقيه المقرات ولا عضويته بتفضل؟ لسه بنرتب الجزئيه دي، يمكن في العديد من الاعضاء طلبوا ده، خصوصا لسه مع مجلس الاداره خلال الوقت الحالي. عندنا طبعا العديد من الافتتاحات بتتم دلوقتي في كل افرع النادي. عندنا ان شاء الله الشهر ده شهر 1 نفتتح صاله الكراسيه الاهلي الكبيره، نفتتح كمان التجديد المهم جدا لصاله الجمباز على اعلى مستوى الحقيقه، معموله التجديدات بتاعتها بشكل راقي جدا. طبعا الاسوار ان شاء الله تكون انتهت في اهلي كبيره، ونجحنا ان احنا نرخص قصه الاعلانات وهنبدا في طرحها في مزايده. بالنسبه لفرع مدينه نصر عندنا ان شاء الله في نص 2 هنفتتح الفود كورت بتاعنا، وهنفتح في شهر 2 برضه في اوائل شهر 2 البوابه الرئيسيه اللي بنحضر فيها تبقى بوابه النادي الاهلي عشان تبقى فرانشايز بعد كده لكل بوابات النادي الاهلي بالكامل. هنفتتح ان شاء الله المنطقه الترفيهيه بحمامات السباحه بالكلام ده كله قبل شهر 4 في نص 3 باذن الله رب العالمين. بدانا التفكير بالنسبه لمدينه نصر في ملف الدراج، وبدانا نتحرك نشوف هيبقى ايه التصور بتاعه خلال الفتره الجايه. نفس القصه هتكون الاسوار انتهت في مدينه نصر. بالنسبه لفرع زايد الحمد لله برضه هنبدا في المرحله الانشائيه خلال الفتره الجايه تقريبا بمقدار حوالي 25 فدان هنبتدي نتحرك عليهم. يمكن المجلس التقديم كان 28 وافتتح النادي الحقيقه، وكانت برضه بصمه طيبه الحقيقه. احنا هنستكمل بقى الجزء الثاني بصالات ان شاء الله ومبنى اجتماعي الرئيسي ومسجد وبنك تجاري وحاجات كثيره جدا ان شاء الله. ده كلام عظيم، ولكن في ملفين بقى، ملف المتحف او المتحف يعني بص يا كابتن امتى هنقدر نقول عندنا هذا ال هقول لحضرتك عندنا ملفات كتيره الحقيقه متحركين عليها، يمكن انا بس بقول الجزء اللي هو طب ما اكمل لك الملف الاهم بقى. انما هقول لحضرتك برضو ملف المتحف اللجنه الحقيقه بيترأسها عضو مجلس الاداره المهندس محمد سراج الحقيقه برضو في تصور وتنسيق معانا. انا ماسك لجنه التوثيق، بنكمل توثيق تاريخ النادي الاهلي اللي كنا عملناه لو تتذكر حياتك المئويه. صحيح. وان شاء الله في تصور بمجرد افتتاح المدرج الجديد اللي هو كان اتعمل فيه الستش الحقيقه بنشطب كل التفاصيل بتاعته دلوقتي بالنسبه لقطاع الكوره والقطاعات الاخرى. بمجرد ما هنشطب ده هننقل الفرق الناحيه الثانيه، وهنبتدي ان احنا نشيل جزء من المقصوره بتاعت مقصوره الستش، وهنسيب الجزء الخاص بالمقصوره الرئيسيه اللي هو يعني بالنسبه لنا بيرمز الى يعني الاحداث التاريخيه اللي موجوده في النادي الاهلي، وهيتقلب الجزء المصغر ده الى متحف، ولكن هيبقى فيه المتحف الرئيسي بتاعنا اللي بدانا نجهز دلوقتي برضه تصورات وتصورات ثانيه كثيره جدا انه يكون موجود ان شاء الله في اكتوبر فرع اكتوبر ان شاء الله باذن الله. طيب اخر بقى سؤال عن الحلم، ملف الاستاد. الاستاد يعني انا مش حابب بس اقول حاجه دلوقتي، انما صدقني
في مفاجأة، مش ضروري تقول تفاصيل. في حاجات بتتجهز. إذن في مفاجأة. في حاجات بتتجهز. وإن شاء الله ربنا ييسر خير. على فكرة جميع الملفات في النادي الأهلي شغالة كلها دون استثناء ملف خالص، بالعكس. لكن حتى البطل الأولمبي النهاردة عندنا برضه لجنة. أيوة مهم أوي ده. القصة والحقيقة الزميل جوهر نبيل والزميل الدكتور مهند مجدي، الثلاثة الحقيقة باعتبارهم رياضيين، الحقيقة برضه مع إدارة النشاط الرياضي بيعدوا ملف البطل الأولمبي، وفي دعم للعديد من الأبطال إن شاء الله يحققوا في أولمبياد 2020، ومتحركين على الملف ده برضه بقوة، دعما لاسم النادي الأهلي ودعما لبلدنا مصر ورفع اسم علم مصر، واخد بالك. فالملفات كلها الحقيقة شغالة. يمكن أنا كان نفسي إن نعمل حاجة كده، حلقة ونطلع الكلام ده بالصور يلا ايدنا على كتفك، والاجتماعات والكلام ده عشان الناس تتخيل قد إيه حجم العمل اللي موجود في كل الملفات. حتى في الكورة إن شاء الله بإذن الله الأمور هتبقى كويسة بإذن الله. وأنا سعادتي بالغة كمشجع وكعضو نادي بإن الأعضاء مجلس الإدارة دلوقتي مشغولين في ملفات مهمة، وان الدنيا متوزعه، وده بيرد على كل كلام كان بيقول ان هناك خلافات وانشقاق. ما اظنش اللي مشغول او بكل هذا الكم من المسؤوليه عنده وقت للخلاف يا استاذ عمرو. نعدي الكلام ده من اول يوم مش موجود على فكره، يعني ما فيش الكلام اللي بيتقال ده خالص، والواحد الحقيقه لما بيسمعه بيقعد يضحك، يعني بيستغرب الناس بتجيب الكلام ده منين. الملفات كلها الحقيقه بتدرس وبتشتغل عليها العديد من أعضاء مجلس الإدارة، وبيتحركوا على فكرة كلهم مجموعات عمل مع بعضها، العلاقات الحقيقة متميزة جدا، طاقات هايلة الحقيقة. مجلس مليان برضه يا كابتن عدي، الكلام ده مش جديد على النادي الأهلي، يعني النادي الأهلي طول عمره مجلس إدارته في حب، في احترام، في تقدير، حتى لو في اختلاف وجهات النظر أو اختلاف رأي، ولكن في تقدير وفي احترام. الاختلاف بيبقى على الترابيزة، اختلاف آراء ممكن يبقى للمصلحة العامة، وده طبيعي، وده الهدف منه أساسا كمان تنوع المجالات. هو انت لما بتشكل مجلس اداره النهارده بتشكل مجلس اداره متنوع ليه؟ عشان ترصد جميع الاراء بالكامل وتبتدي تتحرك فيها بشكل ايجابي. بالظبط. حتى اللجنه بتاعه قانون الرياضه الحمد لله برضو متشكله، يمكن انا والزميل خالد مرتجي والزميل ابراهيم الكفراوي مع مجموعه من الاداره القانونيه الحقيقه في النادي الاهلي واللجنه القانونيه، بنعمل برضو تصورات التدريب بتاعه القانون الرياضه، اذا كان في بعض الحاجات اللي هتفتح في مجال الاستثمار بنقترحها بشكل مميز جدا. هنقدم برضو ورقه العمل بتاعتنا ان شاء الله الفتره الجايه، هيبقى في حاجه ان شاء الله ربنا يكرم خليها مفاجاه لاعضاء النادي الاهلي ان شاء الله لما نخلصها ونعتمدها في مجلس الاداره نقولها كده، وتبقى من خلال برنامجك هتبقى حاجه مميزه جدا جدا جدا، وهتبقى حاجه طيبه جدا لاعضاء النادي. يبقى هذا وعد ننتظره وهتحدد انت ميعاده باذن الله. الله يخليك كابتن عدلي، بشكرك وبشكر الاستاذ ابراهيم، ودايما كده داعمين للنادي الاهلي، ودايما كلنا على قلب رجل واحد، ودايما النادي الاهلي فوق، ودايما كلنا بنجتهد لخدمه النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي فوق راسنا جميعا باذن الله. شكرا جزيلا للاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، واعتقد يعني احاط حضراتكم بكثير من التفاصيل في ملفات مهمه كان بدايتها حضوره هذا الحفل الإنسان الراقي الجميل اللي كرم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج متحدي الإعاقة الذهنية في احتفالية رائعة جدا أقيمت اليوم، وأعتقد كانت بداية للحديث عن كثير من الملفات التي تخص النادي الأهلي في كل الاتجاهات. شوف لهذا لما لكل ما قاله الأستاذ العمري فاروق كانت كلمتي يا اهلا بالمعارك. يا اهلا بالمعارك ليه؟ لان احنا منشغلين في معارك ايجابيه، معارك انتاج، معارك انجازات، مش منشغلين في معارك الرد والمهاترات. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف المهندس عدلي القيعي ناوي يعمل معركه مع مين وليه. اقول لكم انه في الفاصل حاولت كل ما اقدر ان اخد من المهندس عدلي حاجه اطمنكم بيها، كنت عامل زي شحات الغرام في ان انا اطلع اي حاجه ما نتجتش عنها اي حاجه، فيكفي ان انتوا تطمنوا منه مباشره. يعني عايز ايه؟
تطمن الناس. لا ما انا بقول للناس تطمنوا بس ده كفايه. كل الناس لا تألو جهدا. ايوه بكل معنى الجهد المادي والبشري والفني وال ان تقدم الاهلي في احسن صوره باذن الله. ده اهم حاجه، ده اهم ما يطمن الناس. طيب بكرة الأهلي إن شاء الله هيستأنف تدريباته بعد ما رجع الفريق من أثيوبيا وتأهل والحمد لله إلى دور المجموعات. خسر صحيح 1-0 لكن كان كسبان 2-0، وبالتالي بنتيجة المباراتين دخل الأهلي إلى دور المجموعات في دور الأبطال، وبداية حلم جديد إن شاء الله نتمنى أن تكون التالتة تابتة بإذن الله. خلي بالك الناس يعني مش مبسوطة من المباراة وأنا معاها يعني، لكن هو ماتشات ال 32 دي بعتبرها اخطر، طول عمري اقول لك اخطر مباراه، لان هي نوك اوت، هي المفتاح اللي يوصلك لدوري المجموعات. وتملي بتبقى رزله. صحيح. الكابتن محمد يوسف المدير الفني قال ان احنا خلاص قفلنا الصفحه بتاعه افريقيا، وكل تركيزنا دلوقتي في مؤجلات الدوري. عندنا يوم الجمعه القرعه بتاعه دوري ابطال افريقيا عشان نشوف المجموعه اللي هنقع فيها في دور ال 16، لكن من جانبه بيأكد على دخول الفريق في استعدادات جادة جدا لمباراة الداخلية اللي هتكون السبت اللي جاي إن شاء الله في مؤجلات الدوري، في فحص طبي لإسلام محارب اللي كان أصيب في مباراة أثيوبيا بشد في عضلة السمانة، الجهاز الطبي بيطمئن عليه، لكن كمان بيدخل ضمن الاستعدادات في هذه الفترة وليد سليمان الحاوي اللي غاب عن المباراة الأفريقية، واللي بيحتفل الحقيقة بفوزه بجائزة أحسن لاعب في مصر في مسابقة دير جيست لعام 2018. وليد بيقول لجماهير الأهلي لولا أنتوا ما كنتش هنا، ده عرفانا منه بجمهور الأهلي ودور جمهور الأهلي في دعمه ومساندته. وحقيقة وليد سليمان في كل الاستفتاءات والمسابقات وكل الاستفتاءات اللي هتتعمل السنه دي مؤكد هيكون له دور كبير جدا في فوزه باحسن لاعب في مصر في عام 2018. احنا باركنا السله ولا ما باركناش؟ السله هنبارك لها طبعا. اصل السله لازم ابارك لها ليه؟ لان الناس كانت قلقانه قوي 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 من البدايه في فتره الاعداد. ايوه. لكن ايضا كانت بتعاني شان كره القدم من العديد من الاصابات المؤثره. طيب خلينا اقول لهم ان الاهلي كسب اتحاد اسكندريه 68-65 في الدوري المرتبط للفريق الاول، وكان كسب ايضا 82-65 في فريق 16 سنه، وبالتالي الاهلي بكره الثلاث هيلعب مع الاتحاد السكندري في الفريق الاول والمرتبط، يحتاج للفوز بمباراه واحده من المباراتين يا باشمهندس حتى يتوج بدور المرتبط ان شاء الله. يا رب باذن الله، لان كان ناس كتير جدا مش متفائله قوي. ايوه. لكن واضح ان الاهلي في كره السله يا سيدي على نفس الخطه اللي هو ابتدى بيها الموسم الماضي. دور المرتبط ده بيبقى يعني فاتحه خير باذن الله، وبعد كده عنده في افريقيا ينظموا حاجه باذن الله برضو يكونوا جاهزين لها باذن الله. ايضا الشناوي حارس مرمى الاهلي قايل في حوار مطول له في الاهرام، العنكبوت يتحدث اخيرا، بيقول لك اعيش في كابوس منذ خساره نهائي افريقيا امام الترجي، وبيقول الظروف هي اللي ظلمت كارتيرون واسالوا الاصابات، وقال ان دماء هشام محمد اصابتنا بالرعب قبل المباراه على طول في تونس، وقال الملعب هو الفيصل مع إكرامي ومصطفى كمال تعرض لظلم واضح. وكلام مهم للشناوي كحارس مرمى موهوب يدعم حراسة مرمى الأهلي اللي فيه شريف إكرامي وعلي لطفي، الحقيقة ثلاثة دوليين لهم قيمتهم ومكانتهم، وده اللي بيقوي فرص المشاركة في الفترة اللي جاية وبيخلق منافسة داخلية إيجابية إن شاء الله. بعد فوز ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية في أبو ظبي، بعد فوزه وإيقافه لمغامرة العين الإماراتي الرائع اللي وصل للمباراة النهائية الحقيقة باستحقاق كبير وبدهشة وإثارة عالية جدا، لكن الملكي استطاع أن يوقف مغامرة العين عند هذا الحد ويفوز عليه 4-1. كان يهمنا جدا كأهلي أنه ريال مدريد دعم صدارته لقائمة الأندية الأكثر تتويجا في العالم،
اصبح عنده 26 بطوله، متفوق على الاهلي بست بطولات، الاهلي الثاني 20 بطوله. يعني لكل اهلاوي ولكل مصري بيحب هذا الوطن ان يفخر ويزهو ان انت عندك نادي وصيف انديه العالم تعرف في الحصول على البطولات. لو في توفيق بقالك ثلاث نهائيات لو في توفيق بسيط او ظروف كانت مناسبه او في نهائي اثنين نهائيات منهم اتظلمنا فيهم تحكيميا كان زمانك رصيدك برضه، لان فيهم ست القاب بالظبط، فيهم سوبر 3-2 بست على طول سوبر وكان ممكن ودوري ابطال. ورغم هذا يا سيدي باذن الله ملحوقه وتتوقف مغامره ريال مدريد لهذا الحد باذن الله، يدينا فرصه بس ان احنا نسعى الى ان نقترب منه. و يعني طالما انك تحدثت قائمه الفخر عن بالعين لا قبل يعني طالما انك تحدثت عن العين يعني الحقيقه اللي عملوه قدام الفريق الياباني ثم ريفر بلات اللي هو واخد السوبر اللاتيني لسه قريب لا دي نتيجه مش طبيعيه، نتيجه مش طبيعيه، اقصد نتيجه يجب التوقف امامها، مش حدث طبيعي يعني ده حدث كبير قوي وكان بجداره واحترام. والنهارده الكابتن محمود الخطيب ارسل خطابا يهنئ العين رئيس نادي العين باسمه وباسم اعضاء مجلس الاداره، لانه الحقيقه كلنا شعرنا ان النصر ده لينا فيه كعرب لينا فيه كعرب دلوقتي انت عايز تكلمنا على عايز تكلمنا على الترتيبات ماشي الترتيب. خلاص اهرب براحتك ماشي. القائمه الذهبيه يا جماعه ريال مدريد الاول 26 بطوله، الاهلي 20 بطوله، الاهلي يتفوق على اي سي ميلان الايطالي عنده 18، بوكا جونيورز الارجنتيني عنده 18، اندبندنت الارجنتيني عنده 17، برشلونه عنده 17، ساو باولو البرازيل عنده 12، ليفربول عنده 11، بايرن ميونخ الالماني عنده 11، اياكس امستردام عنده 11، الزمالك عنده 11، مازيمبي الكونغولي ايضا 11، وبعد كده يجي لوفنتوس ب 10 وكلاب امريكا ب 10 وريفر بليت ب 10 وبينارول الاوروغواياني ب 9 وناسيونال الاوروغواياني ايضا ب 9، سانتوس البرازيلي ب 9 وانتر ميلان الايطالي ب 9، والنجم الساحلي واوكلاند سيتي لكل ايضا 9 بطولات. هذه هي القائمة الذهبية التي هي مدعاه للفخر والزهو بالاهلي. شوفوا الاهلي متفوق في عدد الالقاب القارية على مين؟ ولما حد يقول لي ده انت بتتكلم على بطولة اوروبا ببطولة افريقيا، ما انت بتتكلم في القارة بتاعتك. مش مطلوب منك وانت في جغرافيا في افريقيا هتروح تلعب في اوروبا ولا في اسيا، لكن على مستوى القارة بتاعتك وعلى مستوى الألقاب العالمية المتاحة لكل نادي في قارته، الأهلي هو تاني أندية العالم في الأكثر تتويجا بالألقاب الدولية. أعتقد الفخر كل الفخر لكل واحد أهلاوي، بس كمان هذه البطولات وهذه الألقاب مردها في النهاية على المستوى الشعبي والجماهيري غير محدود. يكفي الـ 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 الاستطلاع اللي أنا هقول لحضراتكم عليه، كان كل استطلاعات الرأي اللي اتعملت لقياس شعبية كرة القدم في مصر أعتقد آخرها وأكثرها جدية أنه الأهلي 74.2 تقريبا أو 4 من الشعب المصري أهلاوي. لكن على مستوى السوشيال ميديا بقى والوسائط الإعلامية الحديثة قياس درجات الانتماء بين الأندية المختلفة، الأهلي الأول على مستوى أفريقيا في شعبيته على السوشيال ميديا. متخيلين أنتوا هذا الرقم؟ النادي الاهلي تصدر قائمه اكثر انديه افريقيا شعبيه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وابرزها الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وفقا لدراسه اجرتها شركه ريزولت سبورتس الالمانيه. الاهلي عنده كام؟ بيحظى بمتابعه كام على وسائط الاعلام السوشيال ميديا؟ عنده 18,123,000 شخص بيتصدر هذه القائمه كاكثر انديه افريقيا شعبيه. بالظبط الزمالك نصه، الزمالك المصري ايضا 9,252,000 شخص. ما تيجي نتوقف على دلاله هذا الرقم. اولا مين اللي عامل الاستفتاء؟ شركه المانيه. المانيا خلاص. النسبه ايه؟ تلت وتلتين. ايوه
لما احنا بنقول ان الاهلي 70% من المجتمع المصري بيشجعوه وزمالك 30 او حاجه و60 لحاجه و30 احنا نقول ما بين 65 و70 كل مره بنقول هذا الكلام. ادي رقم ملناش اي علاقه يعني في التدخل في حصره او الاعلان عنه. انت تلت وتلتين تقريبا. انت الضعف. ايوه. ففي كل الاحوال على مستوى الوطن العربي، وهنا لما بيقول في افريقيا ما بيقولش في مصر. ايوه. ده نفس النسبه موجوده على هي اصل برضه ال 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 هنا التفاعل من خلال السوشيال ميديا عن ال 18 مليون دول مش بالضروره مصريين فقط. لا كلهم من افريقيا. بالظبط. على مستوى عموم القاره الاهلي الاول. ب 18 مليون 123 الف شخص، الزمالك 9 مليون 252 الف شخص زي ما قاسها المهندس عادلي التلتين والتلت. طيب الرجاء البيضاوي المغربي الثالث ب 4 مليون 385 الف متابع. كايزر تشيفز الجنوب افريقي الرابع ب 4 مليون 322 الف متابع. اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي الخامس ب 2 مليون 789 الف. المصري البورسعيدي في المركز الثامن بمليون 41 الف متابع. انا اظن ان ده رقم يعني مهم، لان الفتره الاخرانيه يعني مشاركه المصري في افريقيا ولو انها قصيره ادت له مكانه. وحجم تفاعل جمهور بورسعيد معاه. اي طبعا. تلاقي كله مسجل وكله متفاعل معاه. المصري اكتر من الاسماعيلي واكتر من الاتحاد. ده يمكن نوع من التفاعل الشديد. المصري تفوق على افريقيا التونسي والوداد البيضاوي المغربي. وادي دجله في المركز ال 12 ب 533 الف متابع. طبعا ده بحسب حجم شعبيه النادي كاعضاء النادي، اعضاء نادي وادي دجله هتلاقي وفقا لاستماره العضويه هم متفاعلين مع وسائطهم الاجتماعيه الاعلاميه. الاسماعيلي في المركز ال 14 ب 426 الف متابع. محمد صلاح النجم العالمي الكبير بيتصدر قائمه اكثر نجوم افريقيا شعبيه في التواصل الاجتماعي، بيحظى بمتابعه اكثر من 18 مليون شخص بمواقع الفيسبوك وتويتر وانستجرام. اذا 18 مليون هو الرقم الذي جمع بين الاهلي ومحمد صلاح. محمد صلاح كاكثر شعبيه. طيب نشكركم. ولا تعليق. ولا تعليق. طيب خبر بيعلق على نفسه. صحيح. كان الأستاذ العمري فاروق أشار إلى مشاركة النادي الأهلي في ماراثون الشيخ زايد اللي هيقام في الإسماعيلية يوم 28 ديسمبر الشهر ده إن شاء الله. المكتب التنفيذي للنادي أسند إلى الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي والأستاذ محمد يوسف رئيس اللجنة العليا للجان مهمة الإشراف على تشكيل الوفد اللي هيمثل النادي الاهلي في هذا الماراثون اللي بياتي بالتاكيد تاكيدا للعلاقات الطيبه جدا اللي بتربط النادي الاهلي بدوله الامارات الشقيقه، وايضا حرص النادي الاهلي على انجاح مثل هذه المهرجانات الخيريه، لا سيما وان دخل هذا المهرجان مخصص لدعم مستشفى الاورمان وجامعه قناه السويس ومؤسسه مصر الخير. الماراثون ده بقى تقليد سنوي وله دلالة مهمة جدا وبيحظى بمتابعة هائلة من الرياضيين واهتمام إعلامي كبير لأنه بيعكس الحقيقة دفء العلاقة. الاسم ده كبير قوي في مصر. صحيح صحيح. وخاص جدا وله خصوصيته الشيخ زايد. فبإذن الله يعني نستمتع بهذا الحدث ونتابعه مع بعض. طيب في اتحاد الكرة بقى لجنة المسابقات في إطار تشكيلها الجديد برئاسة الأستاذ عامر حسين وعضوية كل من خالد رفعت مدير التسويق السابق في الزمالك واللي هو محمد علي وحمد عاشور وعز الدين أحمد وحمادة الشربيني دول الأعضاء الجدد للجنة المسابقات بهذا التشكيل. هذه اللجنة اجتمعت اليوم بعد إعادة تشكيلها وأحالت رئيس نادي النجوم المستقبل الأستاذ محمد الطويلة إلى لجنة الانضباط في الاتحاد
لما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بالأمس. بس أنا مش عارف يا دي صلاحيات اللجنة المسابقات إنها تحيل لجنة الانضباط، هي ما بتاخدش عقوبة ضد رئيس نادي أو ضد أي عضو مجلس إدارة. إنما أنت شفت شفت الماتش؟ لا. شفت التعليقات بتاعت يعني الحقيقة ظلم بين واضح جدا، ضربتين جزاء ولا أوضح منهم واحدة ضرب بالشلوت طير اللعيب وتحسب عليه ضربة جزاء غامضة. يعني هو أرجو أن يراعى البعد البشري في الأحداث الواضحة جدا زي دي. وأرجع أقول له التحكيم يا كابتن إبراهيم، لا مش عايزين نقول الناس تعمل معاك وقفة، اعمل مع نفسك وقفة. طيب، اللجنة كمان قررت إيقاف الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري مبارتين لتصريحاته ضد الحكام بوسائل الإعلام حسب ما قالت اللجنة، عقب مباراة الاتحاد مع المقاولين كانت في الأسبوع 18 للدوري. في تحذير شديد من اتحاد الكرة لرؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارة عن الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتقدم مصر بطلب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019. المهندس أحمد مجاهد بحسب صدر بلد عضو مجلس إدارة الاتحاد وجه تحذيرا شديدا لجميع الأطراف، وقال أنه كل ما يحدث في الكرة المصرية بيتم رصده جيدا جدا في الاتحاد الأفريقي ولجانه، وقال أن الكاف يتابع بشدة كل ما يحدث في مصر، مطالبا الجميع بعدم إطلاق أي تصريحات مسيئة أو تصدير مشهد به أزمات. قال كمان أحمد مجاهد أنه في شركة فرنسية هي من ستحدد أي البلدين أنسب لتنظيم البطولة، مصر ولا جنوب أفريقيا. وهنا بيشير إلى أن في ناس كتيرة جدا بتطلق أحيانا تصريحات فيها نوع من العنصرية، فيها نوع من الإساءة لمؤسسة الكاف، فيها نوع من التفسير الذي قد يحمل نوع من الإدانة أو الاتهام أو إثارة الشبهات. ولعل ده بعيدا عن تصريح أحمد مجاهد كان دفع مسؤول الاتحاد الأفريقي إلى إصدار بيان واضح جدا، ومن المرات القليلة اللي الاتحاد الأفريقي بيطلع بيانات بهذه اللهجة الحادة. أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا يوضح فيه الكثير من المغالطات الأخيرة، يقول فيه: خلال الأسبوعين الماضيين تم شن حملة قوية مليئة بالمعلومات غير الدقيقة والتشهير يا باشمهندس ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تستهدف ادعاء أن القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير يوم 30 نوفمبر 2018 في أكرا لم تتبع التطبيق الدقيق للوائح والقوانين، ولا ينوي الكاف المشاركة في هذا الجدال العقيم والمتناقضات التي لا تعكس الحقيقة. وفي هذا الصدد يدحض رئيس الكاف الادعاءات الموجهة له في الإعلام بخصوص كأس الأمم الأفريقية 2021، ويؤكد الكاف أن الكاميرون أعلنت رسميا قبولها تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2021 من خلال خطاب رسمي موجه إلى الكاف وموقع من رئيس جمهورية الكاميرون فخامة الرئيس بول بيا، ويعرب رئيس الكاف عن امتنانه للرئيس بيا عن تفهمه العميق، وبالتالي يرفض الاتحاد الأفريقي كل التفسيرات المختلفة غير العادلة والتي لا أساس لها تماما. ويعيد الكاف التأكيد أنه يوم 30 نوفمبر 2018 اجتمعت اللجنة التنفيذية في أجواء هادئة واتخذت قراراتها بطريقة حرة ومستقلة احتراما للوائح والقوانين، وأن اللجنة التنفيذية حللت بحكمة تقارير مهام التفتيش المتعددة والأدلة الموثقة حول حالة الأماكن المقترحة من البلاد المضيفة لتنظيم كأس الأمم الأفريقية، وأن الكاف لا يقبل التفسير الخاطئ لقراراته من المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويأسف لمحاولات التشكيك في هيكل ومهام اللجنة التنفيذية، ويأمل الكاف في النهاية أن يسود المنطق والحس السليم في نهاية المطاف، وأن القيم التي وضعناها منذ 17 مارس 2017 والتدابير الاستراتيجية التي تم اتخاذها والأمور المبتكرة التي تم تطبيقها بنجاح في اتحادات المناطق ونظم المسابقات وتعزيز هياكل الاتحادات الوطنية بالإضافة لكفاءة أطقم العمل الفنية والمشاريع المبتكرة الأخرى القائمة بهدف تطوير كرة القدم ستكون دعائم قوية من أجل إعادة الهيكلة الجذرية الخاصة بنا. ويؤكد الكاف
أن مثل هذه التعليقات السلبية لن تشغلنا عن هدفنا ببناء كاف جديد قادم أو قائم على المساواة والعدل والحقيقة. بس أنا ما مش عارف إيه هي التعليقات اللي يعني أدت إلى استياء الكاف أن يصدر هذا البيان، لأنه هو استند إلى ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي، ودي حاجة برة السيطرة يا أستاذ إبراهيم. إنما أنا معاه لو على مستوى المسؤولين في حاجة محتاجة توضيح فتتوضح بالاسم وبالأدلة وبالحالة. إنما هو بيان من حق الكاف طبعا، وهو يسعى إلى تطوير كرة القدم إنه يدافع عن قراراته ويدافع عن شفافية هذه القرارات. بس عايزين نبقى فاهمين ضد إيه. طيب بمناسبة الكاف وزي النهاردة، ولكن في هقول لحضراتكم الاتحاد الأفريقي في 22 ديسمبر 2000 بيعلن الأهلي بطل القرن. ده أعلن في 22 ديسمبر 2000 الاتحاد الأفريقي أعلن ده. وكالات الأنباء المختلفة نقلت ده، تشوفوا الصورة لرويترز نقلا عن موقع الفيفا و موقع إذاعة البي بي سي أيضا نقلا عن الفيفا، مودرن غانا نقلا عن قرار الاتحاد الأفريقي. كل ده رحب، العالم كله رحب باختيار الأهلي بالتصنيف. في مصر بقى الأهرام، لا لا لا، بما فيه نادي زمالك بما في مصر بقى الزمالك أبدى اعتراضه كما نشر في الأهرام أهو. والاتحاد الافريقي اضطر وقتها للرد. احنا ليه بنقول ده؟ ده فات عليه يا جماعه 18 سنه، ده كان سنه 2000. يعني الشباب اللي دلوقتي في العشرينات ومتفاعل مع الامور وبيسمع اصله سرقوا نادي القرن، بنقول له شوف الكلام كان ايه سنه 2000 لما الاتحاد الافريقي اعلن والزمالك شكك واشتكى. اضطر الاتحاد الافريقي انه ياكد الاهلي نادي القرن برصيد 40 نقطه، الزمالك في المركز الثاني برصيد 37 نقطه. الاتحاد الافريقي هو المسؤول عن التصنيف وليس الاتحاد الدولي. وقال ساعتها الكاف في ما نشرته الصحف وقتها ان الاتحاد الافريقي بياكد انه هو المسؤول الوحيد عن تصنيف الانديه الافريقيه وليس الاتحاد الدولي، وان هذا التصنيف لم يقم به الفيفا مطلقا وهو على اساس علمي، وتحسب نتائجه بالنقاط وليس عشوائيا عن طريق الخبراء. والتصريح ده كان لمين؟ هو ده اهم حاجه. زملكاويه مرموقه، هو الدكتور فيكن جازم جيان، كان وقتها مدير العلاقات في الاتحاد الافريقي، اللي بعد كده قالوا لنا نسبوا له كلام انه هو مش موافق على الاسس دي وان هو لم يشارك فيها، وقلنا لهم في ملك وكتاب احنا جبناه صوت وصوره بالظبط، وقال لنا ان هذه المعايير تم وضعها وهو اللي كان مسؤول عن اعلانها بالظبط. الحمد لله هذه وثيقه جديده تضاف الى ما سبق. قال الدكتور فيكن وقتها في 2000 انه بناء على حسابات الاتحاد الافريقي يكون تصنيف النادي الاهلي في المركز الاول برصيد 40 نقطه، وهو نادي القرن يليه نادي الزمالك برصيد 37 نقطه في المركز الثاني مع احتساب زياده نقطه لكاس السوبر. وقال أن هذا التصنيف جاء على أساس علمي ولا مجال لتدخل أي شخص فيه. اللي بيقول كده شخصية زملكاوية شديدة الانتماء للزمالك، نسب إليه عكس الكلام ده بالظبط. بيقول لك مفيش كان أي مجال لتدخل أي شخص فيه، وقد كان يحسب عدد النقاط بالنسبة للبطولات الثلاث الأفريقية أبطال الكؤوس وكأس الاتحاد وأبطال الدوري حتى عام 96 بنظام 4 نقاط للفائز الأول وثلاثة للثاني ثم نقطتين ونقطة واحدة بعد ذلك. تم تغيير النظام عام 97، دور الأبطال اتغير من 97، أصبح له جوائز وأصبح عدد مبارياته أكتر. فبيقول الدكتور فيكن بعد ذلك تم تغيير النظام منذ عام 97 بحيث يحصل أبطال الدوري على 5 نقاط للفائز بالبطولة، لأن عدد المباريات التي يشارك فيها المشاركون في هذه البطولة أكثر من المسابقتين الأخريين، ويحسب للفائز بالمركز الثاني 4 نقاط و3 نقاط للفريقين اللذين يحتلان المركز الثاني في المجموعتين ونقطة لباقي الفرق. أضاف الدكتور فيكن عشان أخلص تصريحه، لا لا لا، فين قبل ما تتوه مننا دي؟ آه سنة كام؟
عملوا 5 نقط وغيروا النظام 96 96 97 آه. لم يشارك الاهلي ايوه عشان اللي بيقول لك دي معموله عشان مجامله الاهلي طب الاهلي كان مقاطع ايوه ولم يشارك وما خدش وما خدش حاجه ما راحش اصلا يبقى كان مين اللي مشارك الزمالك مين اللي كان هيتجامل الزمالك وعنده فرص للمجامله واستفاد منها ومن السابع بقى للتاني اظن كده ها بس انا عايزهم ياخدوا المستند ده يضيفوه لملف القضيه اللي هم رافعينها اضاف الدكتور فيكن ان ما حدث من شائعات كلام للدكتور فيكن جزمجيان في 2000 أضاف الدكتور فيكن أن ما حدث من شائعات ليس له أساس من الصحة ولا يعلم الاتحاد الأفريقي مصدره الأساسي والاتحاد غير مسؤول عن تصنيف تصدره بعض الجهات غير الرسمية خاصة أن هذا التصنيف هو من ابتكار الاتحاد الأفريقي وهو الوحيد الذي يحسب هذا النظام كده الأمر واضح تماما كان هذا التصنيف لو هتفتكروا القائمة بتاعته لانه لغايه النهارده لسه في اصوات بتتكلم هذا التصنيف اللي صدر وقتها الاهلي 40 نقطه الزمالك 37 كان نيوند الكاميروني 34 كوتوكو غانا 34 الترجي التونسي 27 اسك ميموزا الايفواري 27 السابع هارس في اوك الغاني 26 وافريكا سبورت الإيفواري 25 هافيا كوناكري الغيني في التاسع ب 24 نقطة وكان العاشر شبيبة القبائل الجزائري ب 22 نقطة إذن ده كان زي النهاردة ولكن في 22 ديسمبر 2000 عندما أعلن الاتحاد الأفريقي هذه القائمة لكن في 22 ديسمبر 95 فاز الأهلي على الهلال السعودي 1-0 في كأس السوبر العربي سجل الهدف أحمد فيليكس وفاز الأهلي بهذه الكأس واللي أحرزها مرتين في تاريخه نفكر حضراتكم بهدف الأهلي في الهلال السعودي وشوطة وجول جول وعبد الله الدعية بقبضة يده ترجع مرتدة لا تصوم كالمرمى جول وعبد الله الدعية بقبضة يده ترجع مرتدة لا تصوم كالمرمى وشوطة وجول جول وعبد الله الدعية بقبضة يده ترجع مرتدة لا تصوم كالمرمى جميل فيليكس مش عايز تجيب حد زيه تاني يلا ايه بس الدنيا دلوقتي ده المواهب تلخبطك افريقي كترت طيب بمناسبه نادي القرن والجائزه في 22 مايو 2001 تسلم الكابتن صالح سليم جائزة نادي القرن فكر حضراتكم بأسعد لحظات المايسترو عليه رحمة الله في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا يتسلم جائزة النادي الأهلي كنادي القرن في أفريقيا فكانت هذه الجائزة هي التكريم الحقيقي للاثنين معا النادي ورئيسه أفضل نادي في القرن العشرين النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية Ladies and gentlemen, سيداتي سادتي this honor which happens once every 100 years أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب في ألف يوم presentation of the same honor ولعل من المفارقه العجيبه لانه الكابتن صالح لما كنت تساله عن مثله الاعلى وعن استاذه وعن معلمه وعن اللي اثر في شخصيته وعن شخصيه اهلاويه حطت بصمتها على وجدانه وعلى تكوينه حتى كان دايما ابدا بيتكلم او يفتكر بكل خير الكابتن محمود مختار التتش بالمناسبه 21/12 كانت ذكرى رحيل
كابتن محمود مختار التتش اللي توفي في ديسمبر 1965 يا باشمهندس. شخصية أسطورية، ما كانش في مناصب، يعني أعلى منصب خده وكيل وزارة الشباب. عفوا 21 فبراير. اتفضل. كمان هو ما كانش رئيس النادي الأهلي أبدا. لم يكن يهتم بالمناصب إطلاقا، ولكنه كان صاحب التأثير الأكبر في كل موقع كان موجودا فيه. وما زلنا على هدى هذا الرجل الذي استقى كل الماضي وبلوره وركزه وادالنا كده الأسانس بتاع القيم والمبادئ، يعني اللي هو يعني لخص لك من خلال التجربة العملية. وكنا ما بنشوفه ماشي في النادي الأهلي رحمة الله عليه كنا بنشعر ان ايه الهيبة دي، وايه ويخاف ان هو يشوفنا في لقطة غلط لانه كانش بيحب الغلط. وانا اذكر مرة كنا كسبانين السكة الحديد 6-1 وطالعين بيحتفل وكابتن 6-1 برضه وحلمي كابتن حلمي ابو المعاطي كابتن مختار قال له فرحانين على ايه؟ على خيبتكم بدل ما تكسبوا 12 ولا 15 مضيعين كام جون؟ قال له الله يكون في عون السكة الحديد. لا طب لو كنا دلوقتي والفرص اللي بتضيع دي. ايوه طبعا. هو كان ومره كابتن محب يوسف كده شخصيه عايقه قوي وشيك قوي هو شكله كده كمان وسيم. فبلوفر اصفر ده كان يعني ما كانش حد بيجيه فشافه قال له لبستني الاصفر يا اخويا لبستني الاصفر والله ما انت نافع، يعني ما كانش كان صارم في الصح والغلط والمعايير اللي هو يعني كان حاططها بطريقه ما فيهاش فصام، الدنيا ابيض واسود عنده فعلا يعني. ويمكن عشان كده الكابتن صالح متاثر بيه جدا، وكل من تاسى بالكابتن صالح وتاثر بيه خد الفتافيت دي بنت شخصيته. يعني الرذاذ اللي وصل لنا من هؤلاء العمالقه من شخصيه وتصرفات وتمسك بحب الاهلي ومبادئه وقيمه وازاي يبدوه عن اي حاجه وعدم المظهريه وعدم السعي الى شيء مش بتاعنا. الرذاذ اللي جالنا كفانا ان احنا نكمل لحد النهارده في عشق هذا النادي الكبير. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف ماذا حدث في اثيوبيا وكيف يمكن تلافي ما وقع. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي صعد الى دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. تاهل بعد مباراه صعبه جدا احاطتها ظروف كثيره في العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا، سواء من ناحيه الطقس او من ناحيه كثره الغيابات في النادي الاهلي، حتى انه الفريق كان بدون دكه مكتمله. اضطر الكابتن محمد يوسف ان يجلس حارسي المرمى البديلين معا على الدكه علشان يستكمل العدد القانوني لقائمة البدلاء. وسط هذه الظروف وكل هذه الأمور كان الأهلي قد صعبها على نفسه قوي لما اكتفى بالفوز في القاهرة 2-0، وكانت مباراة القاهرة قادرة على استيعاب أكبر عدد من الأهداف، ولعل ده الدرس الأكبر والدرس الأهم والدرس المهم جدا. عدد الفرص السهلة جدا اللي ضاعت في مباراة القاهرة، ربع عدد هذه الفرص كان كفيل جدا انه يشعر كل الناس بالاطمئنان والراحه النسبيه في اثيوبيا، لكن ضاعت كل الفرص باستثناء هذين الهدفين لنصر ماهر ومروان محسن. الفريق الاثيوبي جيما ابا جيفار سجل في الوقت البديل في الشوط الاول علشان يصدر التوتر في ال 45 دقيقه في الشوط الثاني، إلى أن تمكن الأهلي من الخروج بالمباراة عند هذا الحد ودخول دور المجموعات يا باشمهندس. بص، دايما أنا بشيل هم مباراة الدور ال 32. المباراة دي بتذكرني بمباراة البن الأثيوبي. برضو أيام تسوبل، وخاضها أحمد ماهر بفريق قوامه 14 لاعب. بس كنت انت في الذهاب متعادل في اثيوبيا 1-1. ما تصبر عليا بس احكي لك الملابسات واول شبه.
احنا تعادلنا 1-1 ان اتحسب علينا في اخر دقيقه ضربه جزاء وهميه على شادي محمد. واخد بالك؟ على مش فاهم الحديدي. عمرو الحديدي كان شادي لسه ما جاش. كان شادي عمرو الحديدي. ضربه جزاء وهميه. واخد بالك؟ المهم لمسه كره اتطمت يعني في زعق دربكه كده لقينا ضربه جزاء 1-1. وقتها كان النادي الاهلي بقى ايه ده السنه اللي رجع الاهلي يشارك في افريقيا، ولما قلت لك الكابتن صالح وهو كاد ان يصدر قرارا في مجلس اداره بالاعتذار عن البطوله، قلت له يا كابتن لو اعتذرنا ممكن نروح مننا تصنيف الاتحاد الافريقي. قال ايه التصنيف؟ فابتدينا نحكي له هذا الكلام. كان المهندس مصطفى فهمي معانا في الحياديه وعضو مجلس اداره النادي الاهلي موجود وصامت ما بيحكيش غير لما ساله الكابتن صالح. قال له البطوله اتغيرت وفي تصنيف لنادي الاول في خلال القرن المنصرم. والاستمرار على الغياب مش، وقال ان الفارق فعلا زي ما عادل بيقول ده الى درجه تهدد صداره الاهلي. فكان الحل ان احنا نشترك بفرقتين، ها؟ يعني او مدعوما بالناشئين او حاجه زي كده. فكان الاهلي بيلعب يوميها في تونس البطوله العربيه. أيوه. فاينل. أيوه. بالليل. واحنا العصر هنلعب متعادلين 1-1 في اثيوبيا. يكفيك التعادل السلبي او المكسب باي حاجه. نزل كشري جاب جون. دي اهداف مباراه الاهلي والبن الاثيوبي هنا في مصر ولا ولا دي هناك؟ المهم كشري جاب جون، اتعادلوا. خرجنا. فانا الدور ال 32 وبرضه مع نادي نيجيري ايام جوسيه اتعادلنا 1-1 هناك بهدف هاني العجيزي. وتأخرنا بهدفين وتعادلنا 2-2 بهدفين لبركات وخرجنا. برضه دور ال 32. لا كان العجيزي لسه ما جاش. كان العجيزي جه. ده انت بتتكلم بعد كده. دي واحده تانية. ايام جوسيه. ايوه اوكي. نادي مش عارف اسمه ايه، كانوا بيلرز ولا مش عارف. كانوا بيلرز نيجيري. نيجيري هو. وخرجنا. خرجنا ورحنا سانتوس الانجولي وخرجنا. ورحنا وخرجنا. 3-0 في ملعبنا وخسرنا 3-0 هناك. وخرجنا ضربات الجزاء. مش مانويل جوزيه عشان كان اخر مباراه مانويل جوزيه واخر مباراه لفلافيو. ايوه. ضيع ضربه الجزاء الاخيره. فالدور ده نزل. واحنا رايحين نعاني من النقص وبرضه مع اثيوبيا، بس المره دي الظروف اصعب. ليه؟ لان ماتش العوده انت كسبان هنا 2-0، بس ماتش العوده لسه هناك عندهم بارتفاع بقى سطح الارض بالملاعب بالاجواء بالنقص العددي فانت لعبت مباراه سيئه واضعت فرص ايضا رغم انك انت كنت سيئ، لكن انت كنت صاحب الفرص الاكثر. ضيعنا فرص سهله، يجي 2 أو 3 فرص هناك غير يجي 7 فرص هنا في مصر. انما هو دور صعب بدليل ان كل الفرق المصريه تقريبا خسرت بره الملعب. يعني الزمالك خسر، كسبان هنا 7 خسر 2. الاسماعيلي الاسماعيلي تعادل ولا خسر؟ الاسماعيلي صعد. صعد بس خسر 2-1. خسر 2-1. فمباراة العودة بالنسبة للفرقة المصرية ما كانتش، النادي المصري خسر كل مباراة العودة لم يحقق فيها الفرق المصرية الفوز. والحمد لله ان الدور ده عدى بعبله. عشان نخش بقى أكثر استعدادا بإذن الله في الأهلي في ثوبه الجديد المختلف. طيب عدى بعبله، لكن نشوف الجرايد عد عليها هذا العبله ولا لا، وشافت تأهل الأهلي بعد هذا التأزم ازاي. الأخبار قالت الأهلي ينجو من فخ جيما ويتأهل لدور المجموعات الإفريقي. ليبري يهز شباك إكرامي وأداء ضعيف لكتيبة يوسف. وفي الأهرام أيضا أداء متواضع للفريق الأحمر ورسالة أزارو وصلت للجميع. الأهلي يتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا رغم خسارته.
الأخبار المسائي، الأهلي يصعد بشق الأنفس، الفريق يسقط أمام بطل إثيوبيا بهدف ويتأهل إلى دور المجموعات لدور الأبطال. اليوم السابع كان عنوانها الأهلي يحبط مفاجآت جيما ويتأهل لدور المجموعات الإفريقي. الأحمر يخسر بهدف دون رد، أداء عشوائي لبطل مصر وأزارو يواصل حالة التوهان. المصر اليوم قالت الأحمر يخسر أمام جيما ويتأهل بصعوبة لدور المجموعات، أداء باهت لبطل مصر، صاحب الأرض تفوق على نفسه وتغييرات يوسف لم تنقذ الفريق. أداء باهت أنا موافق، صاحب الأرض تفوق على نفسه أنا مش موافق، لأن بحكم حتى الأداء الباهت ده الأهلي كان الأكثر فرصا، وإن لم يتعدد مرمى إكرامي بشكل فعلي بشكل واضح نقدر نقول فرص حقيقية إلا بالهدف اللي جه. الوطن قالت الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بطلوع الروح، الفريق يخسر من جيما الإثيوبي بهدف دون رد، أداء هزيل من اللاعبين، فرص ضائعة من المنافس ودفاع يوسف وراء الهزيمة التاريخية. الموقع الرسمي للنادي، الأهلي يتأهل لدور المجموعات على حساب جيما الإثيوبي. يلا كورة، قال الأهلي يتأهل لمجموعات دوري الأبطال رغم خسارة تاريخية من جيما. موقع في الجول، الأهلي ينجو من مصيدة جيما ويتأهل إلى دور المجموعات في دور الأبطال. والموقع الرسمي، الأهلي في دور المجموعات الإفريقي للمرة 16 في تاريخه. إذن إجماع على أن أداء الأهلي كان أداء باهتا عشوائيا، ولكن الظروف المقدمات تشب النتائج عادة يعني. هنا أنا بس عايز أستوقف أو يستوقفني ملحوظة بسيطة صغيرة. أنا ملاحظ في العناوين الناس بدأت تكتب دون رد، ويا جماعة اللغة الصحفية المصرية، مصر علمت العالم العربي كله الكتابة الصحفية، فإحنا بنتخلى عن لغتنا الصحفية وحتى اللغة الرياضية. يعني كان دايما وأبدا المعلق المصري بقاموسه هو اللي فرض الشخصية، وده جزء على فكرة من القيمة القوة الناعمة، إن أنت يبقى لك لهجتك المؤثرة. استيراد اللهجات الأخرى وتعبيرات الأشقاء في محو الهوية المصرية الرياضية والصحفية مش في صالحنا. معلق يسيب كلمة الصفارة ويقول لك الصافرة، يسيب مش عارف وسط الملعب متوسط الميدان، وبعد كده تيجي الجرايد تكتب دون رد. كل دي التعبيرات مع الاحترام الشديد جدا للأشقاء العرب بتاعت لهجات بلادهم، إنما القاموس الرياضي والصحفي المصري هو اللي حقق القوى الناعمة. فأرجوكوا يعني نتمسك شوية بمفرداتنا وبلغتنا احنا المصرية، لأنه دي القوى الناعمة بجد، زي ما هي في السينما وزي ما هي في الرياضة وفي الصحافة كده. اللهجة المصرية والمرادفات المصرية هي اللي خلت الناس كلها ترتبط بيها، فاحنا اللي بنتخلى عنها للأسف يا باشمهندس. هم بيحبوها كمان اللهجة المصرية، عم تروح شمال أفريقيا المغرب وتونس تحديدا، كان يقول لك انت عارف لساننا يتعوج اما نطلع بره. اه فكنت نخش المحلات فعايزين يعني مش هيفهمونا الا لما اتكلموا بالاكسنت بتاعتهم او بالظبط باللهجه فنبتدي لساننا يتعوج. والله يا شيخ يقول لك يا سيدي احكي مصري، ده احنا بنحب اللغه المصريه، بيحب يسمعها. يعني انت بتقول عايزين كنت تكلموا مصري، انت بتقول فاز 3-0، انتوا ليه ثلاثه دون رد؟ يعني هو انتوا كده يعني هو ده معيار ثقافه مثلا ولا ايه؟ زي المعلقين تسمع معلق مش قادر تميز ان ده تلفزيون مصري. ما هو انت دلوقتي الفكره كلها برضو الدنيا اتفتحت قوي قوي قوي، ما انت كنت بتصدر بتستورد دلوقتي، علشان انت بتتخلى عن كنت بتصدر قوى ناعمه، بتصدر لغه، بتصدر افلام. صحيح، للاسف بتتنازل انت عن وبتستورد مقومات ال وبعدين بتبتدي نعتبرها ان دي نوع يعني من الاطلاع والثقافه. أيوة اندماج في الثقافات الاخرى يعني، يعني على حساب الهويه المصريه. على حساب للأسف. على حسابك انا معك. طيب الناحيه الفنيه هنشوف الدكتور طه اسماعيل يتحدث في اون سبورت عن فوز او تأهل الاهلي رغم هذه الهزيمه. يعني الشيخ طه رصد اربع فرص محققه يا استاذ ابراهيم في الماتش السيء قوي اللي لعبناه هناك. اربع فرص محققه منهم، ده فرصه كوليبالي، ده انا مش مصدق، ده بص لها كده ما عملش فيها حاجه. واخر فرصه دي اللي اتلعبت تحس ان الماتش فيه سلو موشن، يعني هو فسرها الدكتور طه ان في عدم قدره
نتيجه اصل. وانا قلت لك انك انت يا تروح بدري يا تروح متاخر، يا تروح تلعب على طول يا تستنى اسبوع عشان الاكسجين والتاقلم. انا يعني في كل الاحوال اهو زي ما بقول لك كده، لا ماتش يعني الحمد لله انه عدى. خلي بالك برضو جزء من توترنا ان احنا شبح الترجي مثلوا يعني يمثل امامنا في هذه المباراه. الدقيقه 47 في الشوط الاول ها يجي فينا جول خلاص بقى مستنين بقى الثاني والثالث. لكن الحمد لله ان ما كان الفارق حتى لصالح النادي الاهلي في هذه المباراه. طيب هل جيم ابا جيفار كان بالقوه ديت انه يزعج الاهلي، ولا الاهلي هو اللي كان بيهدر الفرص؟ نشوف راي الكابتن محمد ابو العلا في اون سبورت. طيب ده راي الكابتن محمد ابو العلا، هو شايف انه محمد يوسف استفاد من التغييرات بعكس حتى بعض العناوين الصحفيه اللي لامت الكابتن محمد يوسف، لكن في حدود المتاح وفي حدود اللي موجودين ابو العلا شايف انه اللي بين انه جيما كويس انه الاهلي ما سجلش رغم كل الفرص الكتيره اللي لاحت له. ده راي ابو العلا. نشوف راي عماد متعب ايضا في اون سبورت. طبعا الدنيا هتختلف الفترة الجاية إلى الأفضل بإذن الله، وعلينا أن ننظر إلى الجانب الواقعي والذي يدفع إلى التفاؤل بإذن الله. لعبة كبيرة وأساسية وكلها لعبة دوليين. ما تنساش أن الموسم الماضي والأهلي كان مسيطر وبيلعب، وكل استاذات التحليل تقولك الأهلي مختلف وكورته مختلفة. كان موجود في الملعب 7-8 منتخب مصر، وكان موجود 4 محترفين كلهم منتخب بلدهم. فانت كان النادي الاهلي كله منتخب. صحيح. السنه دي الظرف مختلف تماما. كتر خير اللي تحمل المسؤوليه بيكتسب خبرات، ممكن هيبقوا افضل من كده بكتير، لكن اعتقد ان الجمله الاخرانيه بتاعت الكابتن عماد لمس وتر مهم جدا، ان اللعيبه اللي هترجع هتكون مؤثره باذن الله في شكل الاهلي. طيب لكن رغم كل شيء لابد من تهنئة الأهلي أنه رغم كل هذه الظروف ورغم كل هذه المتاعب وهذه الغيابات قدر يدخل دور المجموعات. نشوف رأي الكابتن طه إسماعيل. طيب هي الفرقة الكويسة أو الفرقة الوحشة بيجي لها فرص؟ لا أسك بتقول لي ضيعنا، ما هو طبعا ضيعت، بس ضيعت ليه؟ لانك بتجيب فرص. السيء انك بتضيع، السيء جدا انك تضيع فرص، لكن انت لو بتحرز من نصف عدد الفرص المتاحه قوي كلامك عن فرقتك هيختلف هنا وهناك. طب نشوف بقى كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ. كلام شخص مسؤول، كلام ما فيش فيه مكابرة، كلام بيتكلم بواقعية شديدة جدا عن ظروف فرقته، عن حتمية الدعم والتغيير، وعن حتمية ان احنا يعني نخش يناير بظروف مختلفة خالص. ربنا سهل بإذن الله. أهل يناير مختلف؟ ما هو انت قطعت شوط في مش عايزين اكننا ما حصلش حاجة الفترة اللي فاتت. في 4 صفقات دخلوا على النادي الاهلي دلوقتي. أيوة. كويس. طيب عايز تحسبهم 3 احسبهم 3، انما هم يعني 3 صفقات خلاص. لسه في سعي لحاجات تانية، لو ربنا كلل مجهوداتنا بالنجاح هتخش يناير وانت شكلك كويس. يرجع لنا بقى الاصابات كمان، تبقى فرقه تستحمل الباقي اللي ممكن يخلص قدامه كتير. الله اعلم، الله اعلم. ابراهيم مش وقت دلوقتي الكلام. اللي بيخلص بيعلن. احنا دلوقتي وقت ان كل واحد يعمل اللي عليه وربنا يوفقه. خد بالك انا بعد الحلقه همشي وراك اشوفك رايح فين. بتاعت كل سنه دي. طب انا اقول لك ايه، ما تمشي ورا محمد. لا امشي ورا محمد يوسف شوف هيقول ايه. طب نشوف محمد يوسف. على فكره موضوع نقص الاكسجين ده في اثيوبيا مش سهل. انا الملعب ده تحديدا كنت انا والصديق الاستاذ خالد توحيد مع المنتخب في مصر واثيوبيا تقريبا 97 لما كان الكابتن محسن صالح ماسكه.
قعدت انا وخالد مع الكابتن مصطفى الكيلاني الله يرحمه، كان هو مسافر للشباب الرياضه المعلق يعلق على المباراه، وحب ان احنا نقعد معاه في الكابينه بتاعه الاذاعه عشان نساعده اثناء المباراه في تعليقاتنا. ما قدرناش نقعد جوه الكابينه دي 10 دقائق بعد البدايه، رغم ان ليها شباك مفتوح قد كده، بس انت فعلا وانت في الملعب مخنوق، مش مفيش اكسجين فعلا. فالاحساس اللي عند الكابتن محمد يوسف اللي بيتكلم عليه ده مش من فراغ. لا، هي هقول لك حاجه، لماذا الاثيوبيين ابطال المسافات الطويله في الدورات الاولمبيه بشكل كاسح؟ بعديهم الكينيين كمان في المتوسطه. عشان الارتفاع ده بيخليهم يتمرنوا في اكسجين قليل. بالظبط. فبيفضلوا يتمرنوا لما الرئه عندهم تبقى متسعه عشان بالزبط. تستوعب كميه الاكسجين اللي يكفيها، فما بينزلوا في الاجواء العاديه بقى في الدورات الاولمبيه بينطلق بشكل بيبقى كانه واخد منشط. ايوه. بيفرقوا عن اي حد. بالظبط. فلا، مساله اكسجين دي مساله علميه. بس زي انا بقول لك، هو بتتغلب عليها بحاجتين، يا اما تروح تلعب على طول، يعني تروح النهارده بمخزونك بمخزونك قبل ما تتاثر لكن بتتاثر في الملعب برضه. الاحسن منها انك تقضي اكتر من 7-8 ايام زي اليابان. فاكر لما كنا في اليابان؟ بس اليابان كان مشكلتها مش الاكسجين بقى، انك انت الليل نهار ونهار ليل، الساعه البيولوجيه بتاعتك. لكن لازم بعد اسبوع تحس انك طبيعي. فانت في حاجات، خطوط الطول وخطوط العرض دي، ده يعني الجغرافيا اللي عايز يفهم علم يعني مهم جدا. فعلا يعني بتعمل تاثيرات جامده جدا. واعتقد ان ده اللي خلى يمكن الكابتن محمد يلتمس العذر اللي لعبته في الفرص اللي ضاعت في الماتش ده. طبعا ما فيش اي اعذار في الماتش اللي فات، الماتش اللي هنا في مصر، هو ده الدرس حتى اللي الكابتن هو ده اللي كان لازم نسافر واحنا كسبانين 5-6. هو زمالك ايه اللي حصل؟ كسب 7. خلاص، يستحمل انه يخسر 2، ما حدش ينزعج حتى. يعني لماذا ينزعج جمهور الاهلي من الهزيمه 1-0، ولا ينزعج جمهور الزمالك من 2-0؟ لانه هنا هو كسبان 7، فمش بيتفرج الان. انت بقيت من ساعه الجول ما دخل شبح الترجي قدامك. فمعقول الاثيوبي رغم ان انت ما تعرضتش لخطوره حقيقيه يعني، لكن انت خايف من اي غلطه. هو جون اللي جه فينا ده فرصه يعني، ولا جون عجيب جدا؟ انا متهيألي فكره اهدار الفرص عامه للاعب الكوره مساله محتاجه دراسات، تشوف ايه الوضع يعني. لا، وخصوصا يعني ان هو انه كانت فتحت مع طب انا اقول لك حاجه. الكابتن مروان محسن اللي صام النهارده 4 ماتشات ورا بعض بيهدف. الكره لغز. والتوفيق ده رزق من عند ربنا، تمالي اللعيبه يقولوا رزق، يعني ايه ده جون والنبي يخش؟ يعني خطا، ابعاد الكره تم بطريقه غريبه جدا. وفي ايه؟ ما تسنطرتش الكره، ما تسنطرتش. والشوط بيخلص. طيب، التحكيم في هذه المباراه ما له وما عليه، نشوف الكابتن احمد الشناوي في اون سبورت. أنا مع الكابتن أحمد الشناوي إن المهم مش احتساب الأخطاء بقدر السمت بتاع شخصية الحكم يبقى واحد. أيوة. يعني إذا كنت بفوت على الكور العنيفة يبقى على الفرقتين. بالظبط. إذا كنت بأسرب في الكروت يبقى على الفرقتين. توحيد المعيار. فتوحيد المعيار اللي هو السمت شخصية الحكم، الكابتن الشناوي بيقول كانت واضحة على الفرقتين. وخدمته المباراة إن ما فيهاش أحداث تحتمل الجدل يعني. طيب، وبعد المباراة الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي واللي كان رئيس البعثة في أثيوبيا أكد على تقديره لما بذله اللاعبون من جهد في هذه المباراة، وإن هم كانوا تحملوا كل هذه المتاعب، وقال رغم كل ظروف المباراة وصعوبتها والغيابات وحالة الطقس، لكنه الأهلي حقق هدفه وتأهل. وأشار الكفراوي لأنه ملف الكرة يحظى باهتمام كبير من جانب مجلس إدارة واللي بيتولاه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وقال إن الفريق بيتحسن بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية، وهينافس بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا والتأهل بإذن الله لكأس العالم في اليابان. طيب، إحنا دلوقتي وجه، طبعا بالمناسبة وجه الأستاذ إبراهيم الكفراوي الشكر للكابتن عادل مصطفى مدرب الفريق اللي بينتهي عمله مع الفريق
بعد إعادة تشكيل الجهاز بقيادة الأوروجواياني لاسارتي، عادل مصطفى بيعود للعمل في قطاع الناشئين. قال إبراهيم الكفراوي إنه منظومة الأهلي تسير بنجاح، وإنه حالة الإخلاص الشديدة اللي شاف عليها الكابتن عادل مصطفى يأكد له إنه ده المعدن الأصيل لأبناء النادي. طيب دلوقتي تأهل 15 فريق مع الترجي اللي كان أعفي من المشاركة في هذا الدور لكوني حامل اللقب، أصبح الفرق المتأهلة 16. إن شاء الله يوم الجمعة الاتحاد الأفريقي هيعمل القرعة، هيعمل القرعة بتاع الدوري المجموعات دور 16. ال16 فريق هيتقسموا إلى أربع مجموعات، كل مجموعة فيها أربع فرق. الأهلي هيكون على رأس مجموعة. هقول لكم الأول الفرق اللي اتأهلت، ومن خلال أسمائها هتقدروا تحسوا بقوة البطولة السنة دي عاملة إزاي. الأهلي والإسماعيلي من مصر، الترجي والأفريقي من تونس، سان داونز وأورلاندو بيراتس من جنوب أفريقيا، مازيمبي وفيتا كلاب من الكونغو الديمقراطية، الوداد من المغرب، اتحاد الثورة والنادي الرياضي القسنطيني من الجزائر، بلاتينيوم من زيمبابوي، لوب ستارز النيجيري، سيمبا التنزاني، أسك ميموزا الإيفواري، والحرية كوناكري من غينيا. دي ال 16 فريق اللي تأهلوا. في 16 تاني هينتقلوا إلى اللي خسروا بقى، هم اللي هيروحوا الكونفدرالية علشان الدور التاني. الكونفدرالية فيه 16 فريق تأهل، هيواجهوا في دور ال 32 مكرر ال 16 تانيين. كان الزمالك عنده أمل إنه يعفى من المشاركة في الدور اللي جاي، لأنه الاتحاد الأفريقي كان قال إن صاحب التصنيف الأعلى في الكونفدرالية هيعفى من الدور اللي جاي. صاحب التصنيف الأعلى هو النجم الرياضي الساحلي التونسي، فالنجم التونسي مع المتأهلين في الكونفدرالية مش هيلعب. وليه مش هيلعب؟ لأنه اللي خارجين 15 نادي فقط مش 16، لأنه للترجي مبدئيا في دور الأبطال أعفي من اللعب، فاللي صعدوا 15 واللي خرجوا 15، فال15 اللي خرجوا هيروحوا يلعبوا ال15 اللي متأهلين لهذا الدور في الكونفدرالية. طب اللي متأهلين دول مش 15، دول 16، يبقى في فريق مش هيلعب. هو مين؟ الاتحاد الأفريقي قال حسب التصنيف فكان بالنقاط هو النجم الساحلي، فبالتالي اللي خرجوا من هنا جيما جيفار وكل اللي ينضم إليهم النجم الساحلي ويخش بالظبط ويلعبوا المتأهلين هناك. بالنسبة للقرعة هتتعمل ازاي؟ مين اللي ممكن يجي مع الأهلي؟ الأهلي هيبقى على رأس مجموعة. الاتحاد الأفريقي عامل حساب عدد النقاط في آخر خمس مشاركات، آخر خمس مشاركات في أفريقيا. مازيمبي الكونغولي عنده رصيد أعلى من الأهلي في السنوات الخمس الأخيرة، فبالتالي مازيمبي ب 66 نقطة، الأهلي 62 نقطة، الوداد المغربي 51 نقطة، والترجي التونسي 45 نقطة. إذن دي الفرق الأربعة اللي هتكون على رأس المجموعات. مازيمبي على رأس مجموعة، الأهلي على رأس مجموعة، الترجي على رأس مجموعة، والوداد على رأس مجموعة. إذن الأهلي في دور المجموعات لا هيلعب مع مازيمبي ولا هيلعب مع الترجي ولا هيلعب مع الوداد، هيبقى كل واحد فيهم على رأس مجموعة، وهيترمي له بالقرعه ثلاث فرق من بقيه الفرق عشان يبقى كل مجموعه فيها اربع فرق. التصنيف الثاني اي واحده من دول ممكن تيجي مع الاهلي. سان داونز عنده 40 نقطه، فيتا كلاب عنده 29، الحريه الغيني عنده 19، والافريقي التونسي عنده 12. يعني يا سان داونز يا فيتا كلاب يا الحريه الغيني يا الافريقي التونسي، واحد منهم هيجي مع الاهلي، والثلاثه هيتوزعوا على بقيه المجموعات بالقرعه. بقيه الفرق في التصنيف الثالث والرابع اللي فيهم اسك ميموزا 8 نقاط ونص، اورلاندو بيراتس 8 نقاط، بقيه الفرق ما عندهاش ولا نقطه في حساب السنوات الخمس الاخيره. بلاتينيوم واتحاد الثوره والاسماعيلي وسيمبا التنزاني والرياض القسنطيني ولوب ستارز النيجيري، دول الفرق اللي هتبقى في التصنيف الثالث. يعني وارد الاهلي يجي معاه الاسماعيلي، وارد يجي معاه اسك، وارد يجي معاه اتحاد الثوره او الرياض القسنطيني الاثنين من الجزائر. دول اللي هنزلوا في القرعه. بالظبط، دول ال 16 فريق اللي هتكون عليهم القرعه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. بعد كده المفترض الشهر اللي جاي على طول يوم 11 و12 الجوله الاولى في دوري الابطال،
11 و12 يناير، الجولة الثانية هتبقى 18 و19 أيضا يناير، يعني في يناير هتتحسب الجولة الأولى والجولة الثانية في دور المجموعات. وطبعا حضراتكم فاكرين بشكل كويس أنه بيتأهل أول وتاني كل مجموعة. القرعة هتبقى يوم الجمعة الساعة 7 مساء. الاتحاد الأفريقي زي ما قلت لكم أعفى النجم الساحلي من المشاركة في الدور ال 32 المقرر في الكونفدرالية. يعني انت متفائل؟ لا انا بس عندي ملاحظة. يعني الوداد كسب 2-0 على ارضه وخسر 3-1، لولا انه احرز هدف كان هيطلع بره. صحيح، يعني النتائج بتبقى عجيبة جدا. اللي اغرب منها الحرية، لا 3-0 وكسب 6. الحرية مع طرابلس، مع النادي الليبي. انا هقول لك ابرز النتائج يا باشمهندس. 3-0 كسبان في ملعبه وخرج 6-2. خسر 6-2. دي نتائج لا تتكرر كثيرا، هذه النتائج يعني. مع النصر الليبي. الحرية الغيني كان خسر من كسب 6-2 بعد ما كان خسر 3-0. يعني ايوه خسر 3 وكسب 6-2. ما انا بقول لك. يعني كان خسران في ليبيا 3-0. الجول السادس في الدقيقه 95 كان هنا في القاهره. النصر لعب في القاهره، الانديه الليبيه بتلعب هنا. ما انا فاهم يعني. في الذهاب يعني. ايوه ايضا هنلاقي يعني حتى 3-0 ما بقتش نتيجه. بمناسبه الفرق الليبيه، سان داونز الجنوب افريقي اتعادل 0-0 مع اهلي بنغازي بعد ما كان سان داونز كسبان الماتش الاول 4-0. يعني في مفارقات في النتائج برضه بشكل واضح جدا. الافريقي التونسي كان في معركه كبيره مع الهلال السوداني 3-1 وخسر 1-0. اسك ميموزا يعني لو دخل فيه جون تاني كان طلع. بالظبط. اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي تعادل 0-0 بعد ما كان كسبان افريكا ستارز الناميبي 1-0. دي ابرز المجموعات او ابرز النتائج. مازيمبي كانت عنده تاهل متوازن شويه، اللي هو بيتصدر التصنيف في السنوات الخمس، التصنيف الخمس سنوات الاخيره عنده مع زيسكو يونايتد الزامبي. مازيمبي كسب 1-0 وكان متعادل 1-1، فكانت المساله فيها تكافؤ شديد جدا. طيب هنطلع لفاصل اخير، وبعد الفاصل هنشوف حكايه الناس دي مع الاهلي ايه. اهلا بحضراتكم من جديد. الناس دي عايزه من الاهلي ايه؟ ده السؤال المهم جدا، وده اللي خلى المهندس عادل استهل الحلقه النهارده بيا اهلا بالمعارك. لانه الحقيقه بينما الاهلي في طريقه بكل الصعوبات اللي انتم متابعينها، وبيواجه كل هذه التحديات وبيبذل كل هذه المجهودات، الا انه مش خلصان. الاهلي علشان نبقى في الصوره ببساطة شديدة جدا، الأهلي لعب 27 مباراة من 2/8 لغاية 29/12، دول 5 شهور، شيل منهم 40 يوم للمنتخب في الخمس شهور، هيفضل عندك 110 يوم، في ال 110 يوم الأهلي لعب 14 مباراة. بالمناسبة الإحصائية ديت قدام اتحاد الكورة، يعني حتى أعضاء اتحاد الكورة نفسهم وهم بيديروا المشكله اللي حاصله مع الاسماعيلي كانت على مائده الاتحاد هذه الارقام، علشان يشوفوا ايه الموقف بالظبط من قبل لجنه المسابقات مع الانديه والتاجيلات. فانت تلاقي انه في 110 يوم الاهلي لعب 27 مباراه، بينهم 14 مباراه افريقيه وعربيه، تخللتها 7 سفريات. مش ممكن يعني. ده اللي كنت بقوله لك تذكر ان الضغوط والارهاق طيب. من تغيير المناخ والسفر والجلسه في الطياره والطلوع والنزول وتوضيب الشنط، متخيل دي تاخد منك مجهود شكله ايه؟ طيب الاهلي يلعب 14 مباراه افريقيه وعربيه، الزمالك لعب 6 مباريات خارجيه فقط. الاسماعيلي في من 37 يوم وهم كملوا ال 40 ما لعبش ولا مباراه.
40 مباراة دي سدت ال 40، ما لعبش فيها الإسماعيلي ولا مباراة. وهنلاقيه في الدوري طبعا، وهنلاقيه من 21/11 ل 27/12 تأجلت مباراته مع المقاولين ل 28/12 ولسه عليها أزمة لغاية دلوقتي. الإسماعيلي وهو بيحتج على ميعاد السفر أو ميعاد العودة عشان مش مناسب لمباراة المقاولين، واللجنة استجابت والمقاولين وافق على تعديل ملعب المباراة. هو اللي ده دي القضية اللي دفعت للسطح. اشمعنى الأهلي؟ لا يا سيدي، والله مطلوب الأهلي يتساوى بالإسماعيلي، مطلوب الأهلي يريح من الدوري 37 يوم ما يلعبش، مطلوب إن الأهلي بدل هذا الجدول غير الأدمي اللي بيلعب فيه بهذا الشكل المضغوط جدا، لا مطلوب إن هو يريح. أنت عارف صعوبة الجدول المضغوط إيه يا أستاذ إبراهيم؟ إن مش بس إرهاق اللعيبة، إنك أنت في الدو في الجدول المضغوط لما لعيب بيصاب عندك بيفوتوا كم مباراة؟ يعني هقول لك انا، يعني انت لو بتلعب في الشهر 4 مباريات هيتعور لعيب هيفوت 4 مباريات بالظبط. طب لو بتلعب 7 مباريات أو 8 مباريات لو ده بالظبط، لو والضغط ده هو اللي بيجيب الاصابات، الاجهاد ده هو اللي هيجيب الاصابات. ده انا عايز اقوله فده بيبقى حمل كمان على البديل اللي نازل بيتعور اخر هو. الاهلي كان هيلعب الجمعه 21 ديسمبر في اثيوبيا. الاتحاد الافريقي اجل المباراه لظروف امنيه في اثيوبيا من الجمعه للحد. الاهلي كان هيلعب 21 في اثيوبيا و26 مع الداخليه، 21 و26 بينهم 5 ايام. والاهلي فين؟ استنى بس، في اثيوبيا. والاهلي بره مصر. الاسماعيلي لعب 22 ديسمبر مع القطن في الكاميرون، وكان هيلعب 27 ديسمبر مع المقاولين، نفس المده يعني نفس المده البينيه 5 ايام، من 21 ديسمبر ل 26 ديسمبر، من 22 ديسمبر الاسماعيلي ل 27 ديسمبر مع المقاولين. الاسماعيلي كان بيلعب في ويندي. تاجلت مباراه الاهلي مع جيما الاثيوبي، ومع هذا طبعا كان لازم يتاجل لقاء الداخليه، يعني اللي اعلن الميعاد الاولاني. طب لما اتاجلت، ما هو اتاجل زي لما المقاولين وافق انه يعدل الملعب بينه الدرين مع الاسماعيلي، ما هي اتاجلت ليه اشمعنى؟ وهي دي القضيه الكبيره، لانه الحقيقه هو ده سكب البنزين على النار، محاوله البحث دايما وابدا على اي ثغره للايقاع بين الاهلي والاسماعيلي، وكانه نافخ الكير ما كفاهمش اللي حصل في بورسعيد. يا استاذ ابراهيم، والاهلي ماله بتاجيل المباراه؟ هذا ليه يبقى في خلاف هذا بين التصدير دايما وابدا للاهلي على انه الاهلي بيتجامل، وانه الاهلي مميز عنكم، وان انتم المضطهدين، وان انتم المظلومين، هو ده اللي كرس كل المشاعر ومن السلبيه ومن نفس الاشخاص والابطال. ولما حصل تسريبات واتقال في التسريبات الواتساب مسج اللي انتم شفتوها قبل كده انه مش هنسيب العلاقه مع الاسماعيلي وهنهيج الاسماعيلي، شفتوا الكلام ده اللي كشفنا عنه من اسبوعين ثلاثه، كانت النتيجه النهارده بتلاقي عناوين في الصحافه ايضا بشكل واضح جدا النهارده عن الاهلي والاسماعيلي، واشمعنى الاهلي بنفس الطريقه زي ما هتشوفوها دلوقتي بنفس الطريقه. هو ده المشكله الكبيره، ده المشكله الحقيقه. انت الاسماعيلي بيعترض على لجنه المسابقات، ربما يكون حقه حتى وان كان بقاله 40 يوم ما بيلعبش، بس اوكي عنده راي يعرضه على اتحاد الكره فليكن. ليه بقى الاخوه بالذات الزملكاويه مهتمين جدا بالنفخ في العلاقه بين الاهلي والاسماعيلي على خلفيه هذه الازمه؟ عشان هم اللي مستفيدين من ده طبعا. طيب هنلاقي لم يتوقف الامر عند الجرايد. الكابتن خالد الغندور برضو في جزئية ترتيب المباريات المؤجلة، ولأنه خالد الغندور رجل إعلامي، فأنا دايما بحب مدام هتتصدر لرأي يبقى فيه المعلومة الصحيحة. الزمالك في دوري 15-16 أجلت ليه مباريات كتيرة، عمره ما لعبها بالترتيب، لأنه إن أنت تلعب المباريات المؤجلة بالترتيب عمليا ده مستحيل، لأنه لو أنت هتلعب مع بتروجيت ثم المقاولين ثم ما اعرفش بقيه الانديه النجوم وغيره،
محتاج ان ده يفضل موجود فتأجل لده. عمر ده ما هيحصل، ولا دايما كل الجداول في المباريات المؤجلة عمرها ما هتمشي بهذا النسق. لكنه مين قال ان حتى في ده مجاملة للأهلي؟ ده حصل قبل كده للزمالك وما كانش يقدر يفرض على الزمالك ترتيب المؤجلات، لانه عمليا قلت لكم ده ما بيحصلش على الاطلاق. هنشوف خالد الغندور وهو يتحدث لقناة صدى البلد عن ترتيب المؤجلات ومجاملة الأهلي. طب هو انا عايز استاذ ابراهيم والنبي قبل ما نعلق على كده، اتفضل، هي يعني التأجيل ده الأهلي بيحصل على ميزة ولا بيحصل على ضغط وبيحصل على قرف وبيحصل يعني وبيحصل ان المنافس بتاعك بيبتعد عنك كثيرا وبتبقى انت مضغوط في فترة قصيرة في بضغوط؟ طبعا بتبقى معرض اكتر انك تفقد نقاط. طبعا هو دي ميزه ولا ده المفروض الاهلي اللي يحتاج على الكلام ده؟ والاهلي ما كانش في فسحه يعني، الاهلي كان بيلعب في افريقيا، يعني انا مش كان فاهم بيلعب كل ثلاث ايام مباراه. كيف يمكن لحد فاهم في شؤون كره القدم ومتابع لها ان يتصور ان الاهلي سعيد بان يتاجلوا الماتشات ويلعبها بالسيستم ده ازاي يعني؟ بص يا باشمهندس، الامر واضح، لانه حتى ما هو هنا حتحوت حل محل عامر حسين وقال له، قال له كان تفسير عامر حسين انه مستحيل تترتب المؤجلات حسب ما كانت، لانه كده معناه ان انا هعطل الجدول لكل فرقه. لا طب وايه مال؟ وحتى هو بيتكلم، هو ليه الاهلي ما لعبش مع بيراميدز؟ طيب يا سيدي عشان الاهلي كان بيلعب في افريقيا وكان مرتبط بمباريات. طب هو ليه؟ قال له طب ما هو الزمالك ما لعبش مع بيراميدز. قال له معليش دعوه بقى. طب يعني ايه؟ ما هو الزمالك ما لعبش فعلا مع بيراميدز. بنفس المنطق في الدوري طبعا. لكنه زي ما بقول لكم، احنا بندور على الحقيقه. لو بندور على الحقيقه كحاجه مهنيه، فالراجل مسؤول لجنه المسابقات قال وجهه نظره العمليه واللي واضحه جدا، واللي هو اللي استدل عليها باللي حصل قبل كده للزمالك. عارف يا استاذ ابراهيم، كنت اتمنى اللي بيناقش الجداول مع الحاج عامر حسين ان يطلع له بال، يقول لي لا انت كنت تقدر تعمل كده. ايوه، ما حدش بقى له الكلمه دي خالص. هو بس اشمعنى الاهلي؟ لكن ما حدش قال له طب ليه ما عملتش؟ ما هو على اساس ان دي فرصه ان انت يعني يديله جدول تنفخ. يديله جدول بديل عن اللي عامله بالزبط. يمكن تطبيقه بس هنا تبقى فيه موضوعيه. طيب لقاء الاسماعيلي والاهلي، لماذا ما بيتلعبش في الاسماعيليه؟ ده سؤال ما يتسالش الا للجهه. الاول نشوف بس خالد الغندور قال ايه. طيب فين الاهلي؟ مشكلته ايه الاهلي؟ فين الاهلي في المشاكل دي كلها؟ الاهلي ذنبه ايه؟ الاهلي بيلعب جدول مضغوط يا اخي علشان الزمالك خرج من المنافسه الافريقيه بدري، فما بقاش عنده نفس الضغوط، كان هتعمل له نفس الاستثناءات بدليل واتعملت له في 2016 اجمل اكتر من كده. كويس؟ مش عايزين كلمة اشمعنى وإظهار الأمر وكأن الأمر يخص النادي إسماعيل والنادي الأهلي. وبعدين أنا النهاردة هو لما يجي الأمن حرصا على مصلحة الزمالك إنه يتحمل ضغوط استثنائية، هو لما الأمن قال يتلعب ماتشهم مع تشاد في برج العرب كان بياخد باللي يريح الجهات الأمنية، لكن إذا إن الموقف إذا ما لعبش الزمالك فبيترو سبورت هيتعرض ان هو ممكن الماتش يتحسب ضده، فعندما يتجاوب الامن لصالح نادي الزمالك يفسر هذا الامر انك طب انت ليه من الاول رفضت؟ رفضت لان كان الاريح والاضمن والاكثر، يعني انت ليه بتحمل الامن اعباء مضاعفه علشان يعمل حاجات يمكن حلها بحلول اخرى؟ وجهه نظر الامن طالما ان هناك حل بديل يبقى من الاحوط ان العب هنا. طيب هنا كمان في ثلاث نقط. النقطه الاولانيه، ليه الاهلي ما كانش بيروح يلعب في خط القناه؟ والله اسال الجهات الامنيه. الاهلي ما تقلوش تعالى روح واعترض. الجهات الامنيه شايفه بعد التوابع يعني هو عايز ايه سعيد يعني؟ الاهلي ما بيلعبش في عايز يحصل خط ايه عشان القناة. الامن يعني يحظر لعب الاهلي في أكثر من 74 واحد ماتوا وأن في أحكام لم تنفذ حتى الآن بالظبط، وأن في توتر الناس وترقب وأن في أجواء مش طبيعية
الامن ليه ما انا عايز اعرف هو المساله تصدير مشاكل للامن وخلاص، هو الكلام عشان احنا يعني نكسب بنت نقوم نحرج الامن معانا ونصدر له مشاكل ونقول له عشان تحقق عداله ايه وبتاع ايه وكره ايه؟ طب ما الاهلي بيلعب مع بورسعيد رايح جاي بره ملعبه. وحتى بالنسبه للاسماعيلي، الاهلي لما كان بيلعب مع الاسماعيلي الماتشين في برج العرب كانت المساله فير قوي. لما السنه دي اتقال ان الاهلي والاسماعيلي الدور الاول هيبقى في استاد السلام، صحيح ان جدول الدور الثاني لغايه دلوقتي ما طلعش وما حدش عارف، بس ما اعلن عن لجنه المسابقات ان الاهلي هيلعب مع الاسماعيلي في الاسماعيليه. لحد دلوقتي مش عارفين، لغايه دلوقتي ما فيش جدول، لكنه هو في كل الاحوال ده موقف، ده قرار امني. هو انا بس انا عايز اعرف، هو الاهلي ملعبه دار السلام؟ لا مش ملعبه دار السلام، استاد السلام. استاد السلام مش ملعب الاهلي بيلعب بجمهور عشان يحقق نسبة ميزه نسبيه، لا هنا في ميزه ولا هنا، يلعب في اي حته. الله، بدليل هي بس يا جماعه، هي الفكره كلها بدليل ان المصري كان بيرحب جدا بانه يلعب في برج العرب، ما عندوش مشكله، والاهلي نفس الشيء. طيب الامن كان يعني هو ده السؤال اللي يروح للامن مش للاهلي ولا لجنه المسابقات، لكن دايما وابدا في مقارنه. طب ما الاهلي تاجل له كل هذه التاجيلات وما حصلش مع الترجي مع انه كان مع الاهلي في نفس البطوله، برضو دي من اللبانات يعني اللي بتتكرر. يعني ايه الترجي؟ مش فاهم. طيب انا الترجي الدوري بتاعهم في تونس بدا بعد الدوري المصري بشهر، هياجل في الدوري الدوري المصري 18 نادي، الدوري التونسي 14، يعني مد عدد الماتشات في عدد الايام في المده الزمنيه الامر مختلف خالص. عشان تقارنوا هذه المقارنه، الترجي نفسه لعب مباراتين فقط في البطوله العربيه وخرج، والاهلي لعب ايه؟ فبالتالي هذه المقارنات باستمرار ما هياش موضوعيه، لكنه استخدامها احنا في كل ده ما فيش جديد، كل نافخ الكير المساله ما فيهاش جديد، بس هي الخطوره ان انت كل ما علاقه الاهلي جماهيريا تهدى تجد من يحاول اشعال النار الفتنه فيها نفس الافراد بنفس الافراد. والاخطر والاخطا انه الناس في الاسماعيلي ما حدش بيسال نفسه هو علاقه الاهلي بالموضوع ايه؟ عايز تتساوى بالاهلي؟ طب والله يا ريت تتساوى بالاهلي، العب كل ثلاث ايام زي ما الاهلي بيلعب، ما عندكش مؤجلات. بس في النهايه لما كان المده البينيه بين مباراه الاهلي في اثيوبيا والمباراه الداخليه كانت هي نفس المده اللي بين مباراه القطن الكاميروني والاسماعيلي بره ومباراته مع المقاولين. اللي حصل انه فجاه الامن الاثيوبي عدل ميعاد المباراه، فكان لازم المباراه الداخليه تتاجل. ما يتقالش معنى. وبعدين نلاقي الاستاذ نهاد حجاج المستشار القانوني للنادي الاسماعيلي له راي في هذه المساله، نسمعه. طيب الراجل بيتكلم على انه في 2003 كان عنده مباراه افريقيه ما تاجلوش ماتش الزمالك، طب الاهلي ماله؟ الزمالك ليه ما وافقش ساعتها انه يبادر بتاجيل المباراه؟ قال لك والزمالك استفاد من الاصابات اللي في الاسماعيلي، طيب الاهلي ايه علاقته؟ عشان يبقى يتقال ما هو علشان كده ما تستغربوش. امال لو كان الماتش مع الاهلي كان هيقول لك الاهلي عملوا لمصلحه الاهلي. ولا هو بيتكلم عشان الماتش كان مع الزمالك المساله ما فيهاش مشاكل. بيتكلم بيقول لك ده من 2003، الاهلي ما هوش طرف، كان طرف الزمالك. ثانيا عامر حسين الراجل ما كانش هو رئيس لجنه المسابقات من 15 سنه. عشان يبقى هو نفس الموقف ونفس الاشخاص ونفس الظلم، يعني العلاقه الزمالك مع الاسماعيلي، الاهلي ما هوش طرف. لجنه مسابقات غير اللجنه، اتحاد غير الاتحاد، ومع هذا في تصدير لشعور بالظلم. ما ليش ان انا اناقشه مدى موضوعيته، لكن انه يتقال ما هو علشان كده ما تستغربوش لما جمهورنا بيشجع فرق اجنبيه ضدهم وكانه ضدهم معروفه انه مقصود بيها الاهلي، هنا نبقى في مشكله، هنا في مشكله بنصدرها للجمهور، هنا في مشكله ان احنا بنرسخ مشاعر سلبيه عند جماهير يعني بتفضي الى مشاكل كبيره جدا. انا لما يتاجل مباراه ما يتاجلوش مباراه ينزل يشجع ضدي ليه؟ انا مالي؟ يعني هي دي المشكله يا جماعه. الاصل في الموضوع حتى بالنسبه للاخوه الاعلاميين، الاصل في المناقشه المعلومات. ما هو هاني حتحوت الراجل عمال يقول لخالد الغندور لا الرد ده الامن هو ده رايه، لا برضه اشمعنى الاهلي؟
يقول له لا طب ما هو عامر حسين قال ما هو مش هينفع تلعب المؤجلات بالترتيب نفسه. لا طب هو اشمعنى الاهلي؟ طب الاهلي بيلعب. طب ما لعبتش مع بيراميدز. لا اشمعنى الاهلي؟ لا سيبك من دي. يقول له كده. يقول له طب هو يقول لك ليه الاهلي ما لعبش مع بيراميدز في الكاس؟ قال له طب ما هو الزمالك ما لعبش مع بيراميدز في الدوري. لا ماليش دعوه انا بتكلم على الاهلي. هنا دي المشكله يا جماعه، خدوا بالكم بجد، لان المساله بعد كل الاحداث اللي حصلت بين الجماهير والاحداث الداميه اللي ربنا ما يعيدها ابدا مع على اي جمهور، ما ينفعش نفضل نعتمد هذا الخطاب، ما ينفعش نفضل نصدر هذا التوتر، ما ينفعش نفضل باستمرار شغالين نافخي كير مولعين في الدنيا بين الجماهير وبعضيها. ما نتكلم بمعلومات موضوعيه، هتدافع عن حقوق الزمالك ليكن، ده حقك، هتدافع عن حقوق الاسماعيلي ليكن، بس في الاول وفي الاخر خلي ده بناء على منطق سليم وبناء على معلومات حقيقيه، بدون ما انت بتصدر افتراءات ضد الاهلي واكاذيب ضد الاهلي باستمرار يا باشمهندس. احنا عندنا ربع ساعه نقدر ناخد فقره كمان. عندنا برضو من ضمن الحاجات اللي بتتقال الاهلي بيفرغ الانديه من لعيبتها. اهدي بقى يعني قال لك الحق ده، دلوقتي اتحاد الكوره فتح باب الخدعه عشان الاهلي. قلنا لهم اتحاد الكوره بعت جواب يوم 4/7، وتفتكروا انا قلت له لما حد يقول لك قول له سلم لي على 4/7، لانه يوم 4/7 كل الانديه استلمت خطاب من اتحاد الكوره بيقول لهم في يناير هيحق لكل نادي اضافه 5 أسماء لقائمه ال 25 بتاعته، بالاضافه الى استبدال ما يراه من لاعبين. يعني تقدر تشيل ال 25 ده هو من الاساس القايمه ليه كانت 25 مش 30. والاهلي بيلعب في افريقيا وده متاح للكل. ليه ما قلناش ان ده قرار موجه ضد الاهلي؟ ما هو ده قرار ضار بالاهلي. انت حتى في قيودك للعيبه انت مضار بهذا القرار. لكن هي باستمرار صدقوني دايما بتبحث عن الاهلي، وحتى الناس الاعلاميين. مش معقوله استماله الجماهير الاخرى يكون سكته الوحيده الضغط على الاهلي، سكته الوحيده انك انت عشان تغازل جمهور الاسماعيلي تتكلوا على الاهلي. اشمعنى الاهلي؟ هاني حتحوت على موضوعياته اللي ممكن تكون مسار تقدير لكن ليه بعض الهنات اللي لازم يراجعها، وهو حريص على انه يسال الحاج عامر حسين. الراجل قال له لا، ما هو لو عايزين تغازلوا جماهير الاسماعيلي فليكن. نشوف عامر حسين مع هاني حتحوت. شفت راي الحاج عامر حسين انه خلاص انت يعني عايز تخلي جمهور الاسماعيلي يحبك وعايز تغازل جمهور الزمالك فليكن، بس في النهايه خلي في منطق. الاهلي ملوش علاقه بكل الحدوته اللي حصلت. لا هو اهم حاجه ان لما سالوا في حلول قالوا مفيش حلول. ما هو ادهن النقطه، انا عشان اناقش اي حد لازم اقول له لا انت ما عملتش كده ليه؟ يعني كان من الممكن ان تفعل هذا. لكن انك تكلمه في المطلق انك انت بتجامل وبتعمل ده كلام مرسل. انما لما اتكلم انا على ترتيب جدول واديله جدول يحل له المشكله، يبقى هو هنا عداك العيب انت كمحاور يعني. طيب ايضا من الكلام انه الاهلي خلاص الاهلي فلس وهيشتري كل اللعيبه وهيجيب 20 لاعب لانه ما عادش عنده لعيبه، بينما الحقيقه الاهلي اكثر انديه الدوري انتاجا للاعبين. ما من فريق تقريبا في الدوري الا فيه لعيبه من ولاد النادي الاهلي خرجوا من النادي الاهلي. بس مش ده بس، حتى فريق النادي الاهلي تحديدا قائمه ال 25 لاعب اللي في النادي الاهلي حاليا فيها الأكثر تمثيلا لأبناء الأهلي. فيه بالظبط القايمة فيها 9 لعيبة يضاف عليهم 6 تانيين، يعني هيبقى فيه 15 لاعب. عندك شريف إكرامي والشناوي وهشام محمد وحسام عاشور وأيمن أشرف وإسلام محارب ومؤمن زكريا وسعد سمير ومحمد هاني، دول المقيدين. طيب اللي غير مقيدين رامي ربيع وناصر ماهر وأحمد حمدي وكريم ندفد وأحمد ياسر ريان، دول اللي بيتم الاستعانة بيهم باستمرار. انت بتتكلم على 9 و6 15 لاعب من ابناء قطاع الناشئين في النادي الاهلي. في المقابل الزمالك كمنافس مباشر للاهلي عنده 4 لعيبة فقط من انتاجه، حازم امام ومحمد ابراهيم ويوسف اوباما وعماد السيد. 4 قصاد 16، والاتهام للاهلي، الاتهام للاهلي انه خلاص الاهلي قطاع الناشئين بتاعه فلس وما عادش عنده مواهب وبيرجع يفرغ الانديه من انديه من لعيبتها. للمتصدر جميع المسابقات. سريعا مسابقه 2001
في الموسم الحالي. الجدول السريع يا شوارب، الاهلي الاول بعد 18 مباراه عنده 48 نقطه، ما خسرش ولا ماتش. الزمالك في المركز السادس، يعني الزمالك 6 والاهلي 1، دي العلاقه اللي في 2001. الثاني طلع الجيش وانبي والمقاصه والحرس ثم الزمالك، دي لمسابقه 2001. فريق 19 سنه مواليد 99. الاسماعيلي بيتصدر بكام نقطه؟ 35. الاهلي بيقل عنه بنقطه واحده 34. هنلاقي الزمالك في المركز السادس. لا بس لحظه، الاهلي كمان اقل منه مباراه، والاهلي لعب 16. الاهلي عنده مباراه، لو كسبها الاهلي اول هذه المجموعه، هذه البطوله كمان. والزمالك في المركز السادس وما عندوش مباريات مؤجله. طيب ده بالنسبه لفريق 19. فريق 16 دي بطوله دور المنطقه، هنلاقي الاهلي الاول ب 18 نقطه من 6 مباريات كسبهم كلهم في هذه الدور المنطقه. فريق 2000، فريق 2000 الاهلي الاول من 11 مباراه عنده 32 نقطه، اتعادل ماتش 31، عنده تعادل واحد فقط. وهنلاقي دي بطوله منطقه مصر التامين الثاني. هنيجي لفرقه 21، فريق الكابتن عادل عبد الرحمن اللي هو الرافد المباشر للفريق الاول. هنلاقي الاهلي الاول يا باشمهندس ب 27 نقطه، لعب 14 مباراه ب 40 نقطه قصدي لعب 14 مباراه، فاز في 13 وتعادل واحده بس، تعادل مباراه فقط. وهنلاقي الزمالك في الترتيب العاشر. انتوا متخيلين الاهلي الاول والزمالك العاشر، والاهلي متهم بانه خرب. الزمالك خسر 6 مباريات من ال 14 وتعادل 3، عنده 18 نقطه والاهلي عنده 40 نقطه، من 18 ل 40 والاهلي خربان والاهلي فاشل وبيخطف لعيبه الانديه الثانيه. وهنلاقي الترتيب مصر المقاصه الثاني، ودي بطوله مهمه جدا لانه ده الانعكاس او الرافد المباشر للفريق الاول. بيراميدز في المركز الثالث عنده 26 نقطه، المقاصه عنده 30 نقطه، يعني حتى الفوارق للاهلي عن الوصيف المقاصه 10 نقاط كامله و 14 نقطه عن بيراميدز. الاهلي الوحيد في هذه المسابقه اللي ما خسرش ولا مباراه، اتعادل مباراه واحده من ال 14 يا باشمهندس. وانت قلت لي انك انت شفت ماتشات ليهم وعندهم مواهب كتيره قوي. فريق النادي الاهلي لو تم دمج 99 مع 97 وعملوا فريق يخش المربع الذهبي في الدوري الممتاز. راضي عن فوضى الاحتراف والدوشه بدون اي ضوابط ولا معايير؟ لانه هنا بيحضرني الحقيقه. لا اصل انت مش كل سنه تغير نظام، ده مش احتراف. كل سنه بتغير نظام المسابقه. مفيش ستابيليتي، مفيش فريق عارف يبني سياسه طويله الامد، وده ضد كل الاعراف. باريس سان جيرمان عنده ازمه، عارف ايه هي؟ نيمار ومبابي لازم يبيع واحد منهم. ليه؟ لانه تجاوز الميزانيه اللي قالوا له لازم توفرها عشان تبقى نادي محترف بالنسبه لعدد اللاعبين. بصوا الناس اللي عندها احتراف بجد، اللي عندها النهارده بيحصل ايه في اللعب المالي؟ بيجي يقول لك انا اعير 30 لاعب لكل الفرق وما يلعبوش ضدي. يعني باريس سان جيرمان يا جماعه صرف على صفقه امبابي ونيمار 380 مليون يورو. فهيئه اللعب النظيف، اللعب المالي النظيف، الهيئه المراقبه للعب المالي النظيف في فرنسا شافت، او في الاتحاد الاوروبي شافت، ان ده اخل بالمعايير المحدده، فاجبروهم على انه لازم ترجع لصندوق هيئه رقابه اللعب المالي النظيف 189 مليون يورو. فده لا يتحقق الا باستغناء عن واحد من الاثنين الروس الكبيره. ايوه اللي هم وصلوا للخلل ده، ولذلك فيها مهمه دلوقتي. وباريس سان جيرمان نادي مملوك ل
صندوق قطر للاستثمار، فبالتالي بيصرف ببزخ شديد. لا يعني دلوقتي مهدد دلوقتي انه يستبعد نيمار قد يعود الى برشلونه. مهدد انه يستبعد من دوري ابطال اوروبا السنه الجايه علشان اخترق قواعد اللعب المالي النظيف. احنا هنا عندنا سمعت حد يقول لك احنا اي لعيب عايزين نجيبه هنجيبه مع مهما كان اي ثمن، واي نادي هيعرض 5 هنعرض 85. هو ده اللعب المالي النظيف؟ هو ده الحفاظ على مقومات المسابقه؟ هو في خلل اكتر من كده؟ ولما جينا نقول نحط كل حاجه في قيامها ما خلصناش. يعني في الوقت اللي المملكه العربيه السعوديه الشقيقه تحط هذه الضوابط المحدده اللي انا اتكلمت عليها كتير. ايوه ان هم يا جماعه قال لك مفيش لاعب في الدوري السعودي هيزيد عقده عن 1,200,000 ريال، ودول 6 لعيبه فقط. شفاف، دوري محترفين شفاف بقواعد ماليه صارمه، مش في دماغ نادي من النوادي. وما بتغيرش كل سنه، والنظام بيتحط بيتشبثوا بيه بيراقبوا وتنفيذه، ونفس الشيء في الخليج وتحديدا الامارات. المساله واضحه جدا ومنضبطه جدا. احنا مش ما فيش اراده في ان احنا نعمل دوري قوي شفاف في تكافؤ فرص حقيقيه منتظم. يعني وانا مش عارف ليه، يعني لحد النهارده يعني مش عارف ليه هنفضل في محاولات في دماغنا سيناريوهات عايزين نحققها بخلاف النهوض بالكره المصريه. النهوض بالكره المصريه اعمل لي خطه عشان اوفق اوضاع عليها مهما كانت الخطه. بس حطها وثبتها 5 سنين، 5 سنين ثبتها. ده للاسف هو ده، انك انت لا عندك نظام مستقر، لا عندك مراقبه يقظة جدا أو يقظة حتى بأي درجة من الدرجات للإنفاق على قطاع كرة القدم. عقود احتراف وصفقات النهاردة اللي كان بثلاثة بكرة يبقى بمية وثلاثة، هو خضع بدون أي معيار، وناس بتصرف من جيوب ناس، واللاعب المصري قيمته في مصر أعلى بكتير من قيمته بره. دي مفارقة ما حدش واخد باله منها، إن أنت اللعيبه اللي بتشتريها بالقيم دي مش هتقدر تبيعها بالقيم دي بره. الدوري المصري بقى غالي، خلاص دي حقيقه. وهتتعامل معاه، امال هتعمل ايه؟ بصرف النظر انت وجهه نظرك ايه في الموضوع، لكن مش هتقدر تعزل نفسك عن الظرف العام. لسارتي جاي يوم الجمعه وماتش الداخليه السبت، فبالتالي هيتفرج ولا هيشتغل؟ ده مساله تخصه. يعني أنا قلت لك قبل كده سميث لما مسك 86 كان فاضل 3 أيام على أفريقيا. أيوه. قالوا له يعني أنا مش، قال لهم أنا المسؤول من هذه اللحظة. ولا أسبوع، كان حاجة كده يعني مش فاكر كم يوم، إنما كان فترة قليلة. قال لهم من هذه اللحظة أنا مسؤول. ممكن ده يجي يعمل كده، ممكن يجي يقول لك أستنى ماتش أو اتنين قبل ما أبقى ليا بصمتي. يعني برضو فيها وجهة نظر، وممكن يكون هو في الفتره دي كل وجهات نظر. في كل الاحوال هو مش هيبقى يعني في حال استاتيك او ثبات. لا، هو بيشتغل انه بيقيم الفرقه وبيشوف الطرق الانسب وطريقه التدريب والاحمال. لا طبعا عنده شغل تاني بره الملعب، مش مساله انه يحط التشكيل هي دي الشغلانه الوحيده. يعني لا، ده انت عشان توصل لدي خطتك لسه هترسمها يعني. لكن من المفترض انه خلاص يجي الجمعه يبقى داخل في قلب الفريق على طول، هيبقى له راي ضروري. امتى الاهلي ممكن يحسم موضوع الصفقات بشكل نهائي؟ هل خلال يناير؟ هو دي في ده مش اوبشن. انت عندك يناير تجيب اللعيبه طوال يناير. يعني الناس متخيله، الناس متخيله انه مع طلوع شمس اول يناير خلص الموضوع. لا، خلال يناير بس. كمان مش هتستنى لاخر يناير يعني. هيفوتك ماتشات. ما انت عايز تستفيد بالصفقات دي. لا، هيبقى في اسرع ما يمكن، خاصه انه دوري المجموعات في افريقيا 10 و11 او 11 و12 يناير، فبالتالي انت يهمك. نتمنى يا استاذ ابراهيم إن يعني انت بتشتغل. مفيش حاجه مؤكده في الحياه في العمل. لكن المؤكد انك هتبذل جهدك ولن تبخل، بس ده المؤكد. مطمئن؟ مش مطمئن، بقول لك ده المؤكد، هتبذل جهدك ولن تبخل.
ده المعيار اللي في ايدك، لكن انك توصل لايه ده دي مش في ايدك. الله، اي حاجه في الدنيا انت عايز تروح تجيب حاجه، عايز تشتري حاجه، عايز تتجوز، عايز تخطب، مؤكد انك هتروح تقيس صوابعك شمع، هتقبل ولا لا الله اعلم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. والشكر موصول لفريق عمل البرنامج ولحضراتكم على حسن المتابعه. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.